وبركاته أعزائي الكرام أينما كنتم، نحييكم أينما شاهدتم قناة فلسطين الرياضية من هذا اللقاء الكروي على مستوى كأس السوبر الفلسطينية لعام 2017 من استاد الجامعة الأمريكية بجنين. مباراة تجمع هلال العاصمة هلال القدس مع فريق أهلي الخليل، فريق الجنوب فريق الوسط فلسطين، نلتقيان في شمال فلسطين في جنين بالتحديد في استاد الجامعة الأمريكية على مستوى لقاء السوبر المعاد، طبعا اللقاء اللي لعب على استاد الشهيد فيصل الحسيني قبل حوالي أسبوعين، وانتهى اللقاء بفوز فريق هلال القدس بركلة الترجيح، ولكن المباراة تم إعادتها طبعا لقرار تحكيمي خاطئ في آخر المباراة على مستوى التبديلات وعلى مستوى من سددوا ركلات الترجيح، بالتحديد الكلام عن ساري جدل. إذن الأهلي صاحب القميص الأحمر المارد الأحمر والزعيم فريق الهلال صاحب القمصان الزرقاء في هذه المباراة طبعا ستنطلق بعد لحظات عند تمام الساعة الخامسة. تتابعون مباشرة أعزائي الكرام عبر قناة فلسطين الرياضية أحداث هذه المواجهة الساخنة المعادة، ولكن أكيد تحمل في طياتها الكثير من مستوى وعلى مستوى كرة القدم الفلسطينية التي يقودها اللواء جبريل رجوب الذي يصافح اللاعبين حاليا على أرضية الملعب بدءا طبعا من لاعبي فريق أهلي الخليل وبرفقة كابتن الفريق الكابتن خلدون الحلمان رئيس الاتحاد الفلسطيني ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل رجوب يصافح اللاعبين قبل انطلاق هذه المباراة على أرضية ملعب الجامعة الأمريكية وطاقم التحكيم اليوم اللي يشهد طبعا اسحاق الكيلان الحكم على مستوى حكم الساحة، يساعده أحمد ذوقان وأحمد كذلك أحمد ذوقان وكذلك الحكم أشرف زبيدة والحكم الرابع أشرف قدوس. هنا لاعبي فريق هلال القدس والصورة التذكارية التقليدية مع اللواء جبريل رجوب وكذلك ضيوف هذه المباراة قبل انطلاق هذه المواجهة النهائية على مستوى لقاء السوبر الفلسطيني لعام 2017. نذكر بطاقم التحكيم اسحاق الكيلان على مستوى حكم الساحة، كذلك الحكم أشرف زبيدة كمساعد أول، أحمد ذوقان مساعد ثاني، وأشرف قدوس الحكم الرابع. تشكيلة الفريقان في هذا المساء طبعا وهذه الصورة الجماعية قبل انطلاقة هذه المواجهة بلحظات. المهم جدا الحديث عن التشكيلة قبل انطلاق هذه المواجهة. الكابتن خضر عبيد يبدأ مع الحارس رامي حمادة صاحب القميص رقم 22، في الدفاع موسى فراوي رقم 7، تامر صلاح رقم 5، محمد أبو خميس رقم 4، مدافع ايسر هو عدي الدباغ رقم 15، وسط الملعب ثنائي الارتكاز مراد اسماعيل كالمعتاد صاحب القميص 20، ومحمد يمين رقم 8، في الهجوم تامر الصيام رقم 9 و92، علي عدوي صاحب القميص رقم 10، خالد سالم وكذلك احمد ابو ناهيه صاحب القميص رقم 12. هذه تشكيله واختيارات الكابتن خضر عبيد المدير الفني لفريق هلال القدس في هذه المباراة، بينما فريق الأهلي يبدأ المباراة مع الحارس عزم شويكي، الدفاع عبد الله جابر صاحب القميص رقم 14، مصعب البطاط رقم 7، محمد صالح رقم 5، مراد أبو ميز رقم 15، شادي شعبان وسط الملعب رقم 8، محمد أبو داود رقم 2، داود صالح رقم 99، خلدون الحلمان رقم 11، سامح مراعبة رقم 10، وشقيقه حماده مراعبة في هجوم الفريق كمهاجم راس حربه وحيد تقريبا
صاحب القميص رقم 9 اختيارات الكابتن الايطالي البرتو فينشينزو مدرب فريق الاهلي الذي تعادل 3 مرات في لقاءات طبعا الدوري الفلسطيني دوري المحترفين. الهلال قادم من فوز ساحق على فريق الخضر 6-2 في الجوله الماضيه الاسبوع الماضي من لقاء الدوري الوطني مباين للمحترفين. الاهلي كان تعادل مع فريق ثقافه تركان بدون اهداف والاهلي على فكره لم يحقق ولا فوز حتى الان في الدوري بعد 3 جولات. هذه السافره مع السيد اسحاق الكيلاني تعلن انطلاق هذه المواجهه عز الكلام مباشره عبر قناه فلسطين الرياضيه. العهد الخليل يبدا على يمين الملعب بالقمصان الحمراء الهلال يلعب في يسار الملعب القمصان الزرقاء نتوقع مباراه هجوميه وهنا محاوله محمد يمين وعزم الشويكي فرصه منذ البدايه كما يعني تكلمنا في كلمات بسيطه وقليله نتوقع مباراه هجوميه بين الفريقين لان الهلال يملك اسماء هجوميه بحته بوجود علي عدوي واحمد البناهي وتامر الصيام وخالد سالم واسماء عند نزعه هجوميه تامر وايضا محمد يمين وسط الملعب هنا الركنيه تامر الصيام في البدايه الهلاليه في القائمه الثانيه متابعه احمد البناهي ولكن في صقره في خطر لمصلحه الاهلي. الاهلي قد يكون متحفظ اكثر الاهلي اللي يلعب اليوم بغياب الكابتن فادي دويك اللي طرد في لقاء السوبر السابق الذي الغي نادي مشجعه. الاهلي يلعب كذلك في غياب محمود فضل في المقابل يغيب عن هلال القدس لاعب منتصف الملعب المميز محمد درويش يعوضه اليوم في التشكيله محمد يمين ومراد اسماعيل. الهلال قد يلعب هجوميا النوايا بهذه التشكيله هجوميه بوجود عدوي وبناهي وصيام وخالد سالم الرباعي يمتاز بمهارات عديده وامكانيات هجوميه كبيره. الاهلي قد يكون اكثر تحفظ في ظل افتقاده للكابتن فادي دويك ومحمود ضيف الله لكن ايضا يجد عنده سامح مراعبه وحماده مراعبه وخلدون الحلمان يمتلك الاسلحه الهجوميه اللازمه. على مستوى خط الدفاع كل فريق عنده امكانيه طيبه جدا بوجود مصعب البطاط بوجود محمد صالح عبد الله جابر مدافع ايسر ممتاز جدا لمصلحه الاهلي. في المقابل فريق الهلال عنده ايضا تامر صلاح مدافع صلب كقلب دفاع محمد ابو خميس المدافع اللي لعب مع المنتخب الوطني ايضا في لقاء المنتخب الاخير مع بوتان وايضا لرزا عدي الدباب الشاب الفتي المميز الهداف الظهير الايسر اليوم عدي الدباب في اختيارات الكابتن خضر عبيد. اذا باختصار نتوقع مباراه هجوميه على اقل تقدير مباراه اجمل على اقل تقدير من المباراه السابقه اللي انتهت بالتعادل وذهبت الى البينالتيات لم تكن في مستوى كبير. هذه المباراه تاتي بعد 3 جولات من مباريات الدوري بالتالي متوقع ان يكون مستوى الفريقين اصبح افضل على اقل تقدير على مستوى الفني وحتى من الناحيه البدنيه لكن نوايا المدربان خضر عبيد وكذلك البرتو فينشينزو تتضح معالمها اكثر في قادم الدقائق لنقرا طبعا كيفيه تفكير فينشينزو البرتو المدرب اللي يملك فرصه مميزه جدا ليثبت امكانياته ومكانه ايضا لانه بهذه النتائج مكانه غير مضمون مع الاهلي. في المقابل الهلال بعد انتصار ساحق على الخضر يريد المواصله ويريد ان تكون هذه الانطلاقه الحقيقيه. كرة في اليسار لمصلحة تامر الصيام ممتاز المرور من تامر في اليسار لمصلحة علي عدوي عدوي والبطاط علي عدوي في الجانب الايسر لمصلحة الهلال علي عدوي بيرجع في المنتصف لمراد اسماعيل الممول الحقيقي والعمود الفقري الاساسي لكتيبة الهلال مراد في اليمين فراوي موسى فراوي اللاعب الشاب يخسر كرة ترجع من خلدون الحلمان في المنتصف لمصلحة اللاعب علي عدوي هلالية مراد تامر صلاح يعود بالخلف الى محمد ابو خميس ثم حارس المرمى رامي حماده في ظل اسماء طبعا هلاليه كثيره هذا الموسم هي اسماء جديده الاستقطابات التعاقدات المهمه لفريق الهلال الذي سيمثل فلسطين حتى خارجيا على مستوى الاتحاد او بطولات الاتحاد الاسيوي. محمد يمين في المنتصف يعول كثيرا الهلال اليوم على محمد يمين على مراد اسماعيل
الاهلي يعول كثيرا على قلبي وسط الملعب شادي الشعبان ومحمد ابو داود. هنا محمد صالح قلب الدفاع، كره بينيه لمصلحة الحلمان، القائد الحقيقي والكابتن اليوم في ظل غياب فادي دويك. خطأ لمصلحة خلدون الحلمان، خطأ لمصلحة خلدون الحلمان في منتصف الملعب، صاحب القميص رقم 11 واحد من هدفي الاهلي في الموسم الماضي بثمانية اهداف، حوالي 12 موسم كامل بقميص الاهلي لخلدون. كرة في اليمين لمصلحة الهلال او الاهلي في رايه في تسلل، نعم على سامح مرعبة، اللقطة الاخيرة والتسلل على سامح مرعبة، واحد من الاسلحة المميزة بالنسبة للمدرب البرتو فينشينزو، فيما يتمنى ايضا مشجع الاهلي ان يستعيد محمد مرعبة شقيق اللاعب سامح مرعبة، مستواه الهجومي والتهديفي الهداف السابق للدوري في الموسم الماضي وحتى في الموسم قبل الماضي. كرة في اليمين لاحمد ابو ناهي، احمد ابو ناهي بالكعب شميلة لمراد اسماعيل، مراد ابو ناهي في اليمين، رمية تماس لاحمد ابو ناهي القادم الجديد لرفقة اسماء كثيرة، منها عدوي من اليمين، منها كذلك الرامي حمادة في التشكيلة الحالية. هنا مراد اسماعيل يلعب الخلف عند تامر صلاح، تامر صلاح عودة لرامي حمادة، طويلة بالأمام البحث عن تامر الصيام، التغطية من مراد مميزة، واحد من أبناء النادي مع الأهلي مراد، يشترك اليوم كأساسي في ظل غياب فادي دويك، يلعب مصعب بطاط كقلب دفاع طبعا في اختيار مجبر عليه المدرب البرتو فينشينزو في ظل غياب محمود ديف الله وغياب كذلك فادي دويك. نتيجة سلبية، بداية جيدة، نتمنى أن نشاهد مباراة هجومية، مباراة تهديفية، مباراة تأليق بمستوى، وبكذلك الكلام عن مباراة النهائي، ولو كان حتى مباراة نهائي السوبر بين بطل الدوري طبعا هو الهلال دور الموسم الماضي وبطل الكأس وهو فريق أهلي الخليج. طبعا كل فريق عنده لقبين على مستوى كأس السوبر، الأهلي حقق كأس السوبر مرتين وكذلك الهلال توج بلقب كأس السوبر مرتين 2011-2014. الهلال فيما الأهلي كان بطل كأس السوبر في 2015 وفي 2016، يعني في آخر موسمين اللقب في خزائن الفريق الأحمر فريق الهلال. تامر صلاح كرة في الخلف عند الحارس رامي حمادة، بداية فيها بعض الحذر لعدم ارتكاب أخطاء مكلفة منذ بداية المباراة تصعب مهمة أي فريق. وهنا محمد ابو داود استلام صح الى خلدون الحلمان، خلدون عوده من علي عدوي، تغطيه صحيحه على طريق اللاعب شادي شعبان، الحكم يعود الى مكان الخطا لمصلحه الهلال على خلدون الحلمان. مراد اسماعيل يلعب كره بسرعه وهي حتى غير ثابته على ارضيه الملعب، وبالتالي صافره وخطا لمصلحه الهلال سيعاد تنفيذه من وسط الملعب، خطا عند اكبر لاعب على أرضية الملعب، والحديث يدور عن اللاعب مراد إسماعيل صاحب القميص رقم 20 من أكبر اللاعبين، لاعب مثل المنتخب، مثل فريق الوحدات كذلك أبو وديع. مراد إسماعيل لاعب مهم في تشكيلة فريق هلال القدس. عبد الله جابر كرة بالأمام طويلة، التغطية من تامر صلاح أمام محمد مرعبة، تامر صلاح خلص محمد مرعبة بشكل جميل بدون خطأ، محمد مرعبة كرة بينية ومراد إسماعيل. مراد إسماعيل الخبرة والتجربة في قيادة فريق فيها عناصر شابة مثل فيراوي ومثل عدي الدباغ وكذلك تامر الصيام وأحمد أبو ناهي ومحمد يمين، تقريبا معدل الأعمار كل هؤلاء 22-23 سنة، منهم يمين 23 سنة، الدباغ 18 سنة، كذلك موسى فراوي 20 سنة، أسماء شابة في تشكيلة فريق هلال العاصمة. والمحمد أو تامر صلاح في المنتصف، محمد صالح كرة رأسية تعود منها مراد إسماعيل، داود صلاح بسرعة من داود في المنتصف، كرة لمصلحة الهلال في الجانب الأيسر، تامر الصيام استلام جميل من تامر الصيام، تامر الصيام عدي الدباغ صعود أول لعدي في الجانب الأيسر، ولكن في خطأ، في خطأ على واحد من هدافي الدوري في الموسم الماضي، اكتشاف والورقة الرابحة وكذلك اللاعب اللي كان يلقب بين زملائه الكيبورد على مستوى الموسم الماضي مع الكابتن خضر عبيد، الفريق اللي توج بلقب دوري الوطنية موبايل للمحترفين فريق هلال القدس. محمد أبو داود مصعب البطال، عزم شويخ
كرة في المنتصف. جماهير الهلال حاضرة في المدرجات ورغم المسافة البعيدة ممتازة من حدود وداود سرحان ممتاز. هذه اللقطة فرصة رائعة جدا، فرصة رائعة جدا للأهلي عن طريق اللاعب داود سرحان وكذلك محمد مرعبة، ولكن ضاعت اللقطة الأخيرة. لكن تمريرة سنشاهدها في النهاية، تمريرة رائعة عن طريق اللاعب خلدون الحلمان كادت أن تأتي. شوف اللقطة الأخيرة ممتازة من المدافعين مصلحة داود سرحان، تفوق على فراوي لعب كرة عرضية لم يصل لها في التوقيت المناسب اللاعب محمد مرعبة. هنا الإعادة متابعة داود سرحان، ولكن فرصة ألوية أولى مرت خطيرة جدا أمام محمد مرعبة. يحتاج جدا لهدف محمد مرعبة، مهاجم يطمع في كل مباراة أن يسجل، لا يحب أبدا أن يعيش فترة النحس أو فترة الصيام على الأهداف. عزم الشويكي، هل تكون هذه المباراة مباراة الأهداف؟ شاهدنا بوادر هجومية، نوايا هجومية من جانب الهلال وكذلك من جانب الأهلي. محمد أبو خميس طويلة بالأمام، تغطية محمد صالح على طول في اليسار لمصلحة المدافع عدي الدفاع. أبو خميس محمد لمراد إسماعيل، عودة عند محمد أبو خميس، يلعب كرة في المنتصف لأحمد أبو ناية، ارتقاء بالرأس تغطية عن طريق اللاعب محمد صالح، يمتاز بالكرات الهوائية محمد صالح. طويلة بالأمام سهل عند الحارس عزم شويكي، كرة بالتالي تعود لمصلحة الأهلي، الفريق اللي توج في الموسم 2015 بلقب السوبر على فريق ظهرية 3-2 في لقاء النهائي، وفي 2016 كان الأهلي توج كذلك بلقب كأس السوبر الفلسطينية فريق الأهلي. كرة في اليمين لمصلحة اللاعب سامح مرعبة، تغطية محمد يمين عدي الدباغ، عودة لمصلحة اللاعب محمد يمين في اليسار، تلعب عند اللاعب تامر السيام، خطأ نعم في صافرة في خطأ لمصلحة تامر السيام. لقاء نهائي وحيد جمع الأهلي بالهلال، كان نهائي كأس فلسطين بالمحافظات الشمالية عام 2016. الضفة كان اللقاء النهائي ابتسم بنتيجة عريضة لفريق أهل الخليل، 3 أهداف مقابل لا شيء. النهائي الوحيد الذي جمع الأهلي بالهلال. عدي دبا، عدي في المنتصف، خالد سالم، علي عدوي، تصويب أرضية قوية ولكن موجود في المرصاد الحارس عزم الشويكي. نعم حتى الآن تسير الأمور كما توقعناها، مباراة هجومية بدون حسابات بدون تحفظ كبير. في بطاقة صفراء أولى في المباراة الآن، اعتراض الكابتن ألبرتو فينشانزو، الحكم إسحاق الكيلاني يشير إلى خطأ ويشير إلى بطاقة صفراء للمدافع، يبدو عبد الله أو محمد صالح. هنا الإعادة في اللقطة الأخيرة، انطلاقت لعب عدي الدباغ من وسط الملعب ثم خالد سالم. هذه اللقطة الأخيرة، الخطأ لمصلحة اللعب، وهنا تصويبة اللعب علي عدوي، هنا محاولة عالية عدوي، إذا خطأ لمصلحة تامر الصيام، ركلة ثابتة قريبة جدا. هنا الخطأ والبطاقة الصفراء لعبد الله جابر، نعم البطاقة الصفراء لعبد الله جابر، هو اللي كان القائم بالإعاقة في اللقطة الأخيرة. تامر الصيام، لقطة قريبة جدا وخطيرة لصاحب قدم تجيد هذه الكرة. تامر أمامه 3 لاعبين في حائط الصد على المرمى، تامر الصيام هل يفعلها مباشرة أم يلعب كرة عرضية؟ صعود مراد وأحمد أبو ناهية، هنا تامر الصيام داخل منطقة الجزاء، يا عزم الشويكي يتألق من جديد، فرصة هلالية رائعة، وتامر الصيام رأسية من داخل منطقة الجزاء بهذه الصورة بهذه الشكلية، ولكن ممتاز متابعة عزم الشويكي اللي استطاع إنقاذ هذه الكرة اللي كانت في طريقها لشباك الأهلي. إذا أخطر فرص الهلال في متابعة الحارس عزم شويكي، الركنية والتنفيذ عند
علي عدوي. علي عدوي يلعب كرة عالية والرأسية والإبعاد من محمد أبو داود. عودة لفراوي آخر اللاعبين موسى فراوي في اليسار. علي عدوي. علي عادل أسلحة هجومية كثيرة يمتلكها اليوم فريق الكابتن خضر عبيد. مرتدات الأهلي. سامح مرعبة ممتازة بالأمام لدول صلاح ومحمد مرعبة بيلعب والراية. التسلل ولكن جميلة هذه اللقطة. لقطة معبرة عن أسلحة الأهلي بالمرتدات. ممتاز خلدون الحلمان لثاني مرة. خلدون الحلمان يصنع الفارق بالتمريرات من وسط الملعب لثاني مرة. يعمل كرة جميلة بهذه الصورة. وصل كرة صح بالنسبة لدود سرحان واللي حط رأسية باتجاه اللاعب أو محمد مرعبة ودود سرحان. ولكن الراية والتسلل وكرة غير مباشرة عند الحارس رامي حمادة. الهدف الأول يطبخ على نار هادية. داود سرحان كرة بينية بعيدة من داود سهلة عند الحارس الرامي حمادة الحارس السابق لفريق ثقافة الكرم في حوالي 5 مواسم. الحارس الشاب 23 سنة ولعب المنتخب الوطني كذلك الرامي حمادة الذي استقطبه طبعا الهلال في هذا الموسم كتدعيم جديد. محاولة تامر الصيام ممتاز. تامر في اليسار مرور جميل. تامر الصيام في انتظار هذه العرضية. تامر الصيام ولكن كرة بعيدة. اللقطة الأخيرة والأهم بالنسبة للقطة تامر الصيام الأخيرة وهي اللمسة الأخيرة كانت بعيدة تماما وبالتالي كرة إلى ضربة مرمى عند الحارس عزمي الشواكي. محاولة تامر الصيام الأخيرة من اللاعب عبد الله جابر المدافع الايسر لمصلحه الاهلي. داود سرحان ضربه مرمى لمصلحه عزمي الشواكي. الهلال بطل السوبر الفلسطينيه في 2011 على حساب الامعري انذاك 4-0 في اللقاء الختامي لقاء كاس السوبر. كان وقتها سجل الهلال اسماء لم يبقى منها على فكره الا مراد اسماعيل وغيره. سجل مراد العيان على الخطيب محمود صلاح في لقاء كأس السوبر اللي لعبه الهلال في عام 2011. الفريق اللي توج كذلك في عام 2014 3-0 على فريق الترجي ودنيس بأهداف مع جمال فادي سلبيس محمد اخويس كلهم ايضا رحلوا اخرهم كان فادي سلبيس اللي رحل ختام الموسم الماضي. كرة في اليمين لمراد اسماعيل او مراد ابو ميسر لكن في راية و رمية تماس او خطا لمصلحه الهلال في الجانب الايسر. اذا لقبان للهلال لقبان كذلك للاهلي على مستوى كاس السوبر الفلسطينيه. اكثر طبعا الفرق اللي توجت بهذا اللقب اليوم سنعرف الفريق الاكثر على الاطلاق حتى الان يا اما يكون الاهلي ويا اما يكون الهلال. اخر لقاء جمع الفريقين على فكره كان في مطلع هذا الموسم في البطولة التحضيرية بطولة الشهيد أبو عمار. انتهى اللقاء لمصلحة الهلال 3-1 سجل منهم علي عدوي وأحمد أبو نهدي. كرة لمصلحة اللاعب محمد صالح في وسط الملعب. محمد صالح كرة بالأمام باتجاه سامح مرامة طويلة وصعبة. طويلة بعيدة عن سامح مرامة تذهب إلى ضربة مرمى عند الحارس رامي حمادة. 23 سنة 5 مواسم أو 5 سنوات بقميص ثقافة الكرم. وهنا دكة بدلاء فريق الهلال بوجود الكابتن خضر عبيد وإياد فلنا مساعد أو مدرب الحراس ونصر العباسي مساعد أو المشرف الرياضي للفريق. ضربة مرمى عند حمادة 0-0 حتى الآن في مجريات هذه المباراة. مباراة حتى الآن فيها طابع جمالي فيها أداء جمالي. الهدف حتى الآن قريب كما نتابع. وعلى واقع هذه المباراة علي عدوي تامر الصيام. تامر الصيام داخل منطقة الجزاء. تامر الصيام وعدوي كرة بينية بالأمام وعزم الشويكي يخرج في التوقيت المناسب في اللحظة المناسبة. واللحظة مهمة جدا في عالم كرة القدم. قد تكون اللحظة هي الفاصل في كل المباراة الثانية وأجزاء من الثانية حتى تكفي لأن تغير مجرى مباراة كامل. خطأ على بناية. نعم خطأ على بناية. هنا اللقطة الأخيرة وخروج عزم شويكي. خطأ على بناية.
لمصلحة المدافع عبد الله جابر. سلامات لعبد الله جابر، نال بطاقة صفراء، بالتالي سيكون عليه أن يلعب بحذر في الدقائق القادمة. لكن أول شيء نتمنى له السلامة طبعا، يتعرض لإصابة هنا، لإعادة بين أحمد أبو نهية. هنا اللقطة بالضبط، دخول شوية عنيف من أبو نهية على مهلك، خليك رايق يا أبو نهية. طبعا عبد الله جابر يعني مدرب الأهلي مش ناقصه أبدا، يخسر عبد الله جابر في هذا التوقيت بالذات الأمور راح تتعقد تماما. سلامات لعبد الله جابر، يبدو إصابة عبد الله جابر طالت حتى الآن. سلامات لعبد الله، سلامات لعبد الله جابر، مدافع سابق على فكرة لا ننسى أبدا لفريق هلال القدس، وأول ملعب عبد الله في دوري المحترفين لعب مع هلال القدس، ثم انتقل لفريق أهلي الخليل. سلامات لعبد الله جابر، عمليات إحمائية من عايد الشيوخي، في عمليات إحمائية من عايد الشيوخي، هكذا هي وضعية المباراة حتى الآن. نتيجة سلبية، إصابة لعبد الله جابر، خبر طبعا ليس سارا بالنسبة للمتابعين، بالنسبة لمحبي عبد الله جابر، بالنسبة للكابتن ألبرتو فينشينزو الإيطالي مدرب الفريق الأهلاوي، اللي كان أيضا أشرف على تدريبه المدرب الإيطالي السابق ستيفانو كوزن. عبد الله جابر يتلقى العلاج خارج الملعب، هل سيعود أم سينشأ تبديل أول للأهلي اضطراري بإدخال عايد الشيوخي المدافع مكان عبد الله جابر. سلامات عبد الله جابر، هكذا الصورة، وإصابة عبد الله جابر، يتلقى العلاج حاليا على أمل أن يكون قادرا على إكمال المباراة، لأنه لاعب مهم ولاعب له قيمته في أرضية الملعب. عزب الشواكي، كرة في الخارج، رمية تماس عند موسى فراوي، موسى فراوي على طول تامر صيام، اسماعيل على الأرض، دائما كرة اسماعيل يحبها على الأرض. خلدون الحلمان في كرة بعيدة خارج الملعب، خلدون الحلمان قائد فريق أهلي الخليل، حضور رسمي طبعا على مستوى هذه المباراة، بوجود طبعا اللواء جبل الرجوب في الدكة أو في المنصة الشرفية في استاد الجامعة الأمريكية بجنين. الأخبار تقول بأنه حتى هذا الملعب سيستضيف مباراة المنتخب الوطني الفدائي يوم 14/11 مع منتخب المالديف في الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا. في صافرة، في خطأ، في صافرة، في خطأ من مكان رهيب، خطأ على حافة صندوق الجزاء بالنسبة للأهلي، خطأ في مكان قريب جدا. صافرة الحكم إسحاق الكيلاني، وخطأ في مكان نموذجي. عندك أسماء قادرة على عدة أسماء ممكن أن تسدد من هذا المكان، عندك خالد سالم وعلي عدوي ومراد إسماعيل. لقطة خطيرة على مرمى الحارس، عزم شويكي في التنفيذ، الثلاثي خالد ومراد وابو خميس، ابو خميس وخالد سالم، يبدو خالد لانه هو اكثر واحد مهتم بهذه الكرة، خالد سالم 26 سنة اللاعب السابق لفريق مركز طول كرم وكذلك لشباب الظهرية واللاعب الهلال منذ مواسم. وانا مراد اسماعيل، العمدة مراد، 1-0 الهلال، جول 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 جول، أول أهداف الهلال، أول أهداف الهلال في هذه المباراة من مراد إسماعيل. العمدة والخبرة والاسم الأول في تشكيلة الهلال، يحط كرة جميلة نموذجية في شباك عزم الشويكي. هذه المرة لم يفعل شيئا، اكتفى بالمشاهدة عزمي. 1-0 للهلال، الهدف كان قادما، كان قريبا، وفي أقرب لقطة هلالية على مرمى الحارس عزم الشويكي ينجح مراد إسماعيل
ينجح مراد اسماعيل هنا الاعاده والتصويبه الرائعه، رائعه جدا من مراد اسماعيل في شباك الحارس عزم الشويكي. 1-0 1-0 لمصلحه الهلال. هذا الهدف كم سيغير في المباراه؟ الاهلي مطالب حاليا برده فعل سريعه. داود سرحان وهاشم، داود سرحان الحفة صندوق الجزاء مراوغة جديدة. داود سرحان تحضير شادي بعيدة، محاولة أهلوية سريعة للرد على هدف الهلال، ولكن كرة شادي شعبان بعيدة إلى ضربة مرمى عند الحارس رامي حمد. إذن مراد إسماعيل يمنح الهلال أول أهداف هذه المباراة، الأكبر على أرضية الملعب، الأكثر خبرة، الأكثر تجربة، الأكثر مباريات. مراد إسماعيل صاحب القميص رقم 20 يمنح الهلال الهدف الأول من ركلة ثابتة جميلة ونموذجية في شباك الحارس عزم شويكي. هدف سيعطي الأفضلية لفريق الكابتن خضر عباد. فيما هذا مراد إسماعيل، هذه الابتسامة على محيا مراد اسماعيل، جهد كبير لمراد اسماعيل في السنوات الاخيره مع الهلال، وفي طبعا عديد الانديه اللي لعب معها الكابتن مراد اسماعيل. في خطا على تامر الصيام، لقاء كاس السوبر الفلسطينيه لاول مره طبعا يلتقي الاهلي والهلال على مستوى كأس السوبر في النهائي، التقيا سابقا على مستوى طبعا كأس فلسطين في 2016، انتهى اللقاء وقتها 3-0 لمصلحة الأهلي. كان سجل يوم شادي شعبان، سجل جوناثان سوريا اللاعب السابق مع الأهلي، وسجل كذلك على ما أعتقد إن لم تخن الذاكرة محمود وادي المهاجم السابق والمحترف حاليا المتألق مع الاهلي الاردني. كرة في اليسار لمصلحة عادي الشيوخي، اذا تبديل اول للاهلي، يخسر جهود عبد الله جابر ويدخل عادي الشيوخي كبديل اول في تشكيلة المدرب البرتو فينشينزو. تبديل اضطراري بدخول اللاعب عادي الشيوخي مكان عبد الله جابر. سلامات للاعب عبد الله جابر. هذا الهدف، الجميل حتى الان من مراد اسماعيل لمصلحة الهلال. هذه ايضا زيج واصوات وهتافات الجماهير الهلالية القادمة من العاصمة القدس لمتابعة فريقها في جنين في شمال فلسطين. محاولة داود سرحان، مقطع للفيراوي بامتياز، موسى فيراوي، أفضلية أهلوية أو هلالية على الأهلي. في اليسار عدي الدباخ، خالد سالم، وانتو جميلة، احمد ابو ناية، داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا المرة الثانية، محمد صالح دبل كيك جميل، عودة لمحمد ابو خميس، طويلة بالعمام، تغطية اللاعب محمد صالح، ثم عزم شويكي. الهلال حتى الآن يحقق أفضلية على مستوى الأداء، أفضلية على مستوى النتيجة حتى. 1-0 بقدم اللاعب مراد إسماعيل من ركلة ثابتة جميلة. الأهلي مطالب بردة فعل أقوى، طبعا حتى الآن لم نشاهد كثيرا من الإمكانيات، القدرات، العروضات من اللاعب سامح مرابة ومحمد مرابة، كذلك شادي الشعبان، محمد داوود، دورهم شوية متراجع في وسط الملعب. تفوق لإسماعيل مراد ولمحمد يمين. شوف محمد يمين ضاغط على اللاعب محمد صالح، شوف خلص هذه الكرة، أحمد أبو ناهية، وانهاها، لا، ما انهاها. أحمد أبو ناهية ينفذ
المنفرد بشكل جميل، يتقدم يراوغ يمر، ولكن عزم الشويكي يؤخر أفضلية الهلال مجددا ويبقي الأهلي إلى وقت آخر في المباراة. تعمل الصيام، عودة لمصلحة علي عادي، علي عدوي، علي لخالد ساوي. أوه الراية الراية الراية، لكن أحلى من جول. لا مش أحلى من جول، لقطة جميلة من خالد سالم. يسمر يسمراني، يلعب كرة بالكعب، جميل خالد سالم. هذه فرصة اللاعب أحمد بنايا، لكن لو نشوف يا شباب أيضا كرة اللاعب خالد سالم بالكعب، صلح كرة جميلة ذكية باتجاه الدباغ، ولكن الحكم كان في موقف طبعا راية وتسلل أوفسايد على اللاعب عدي الدباغ. الحلبان في القائمة الأيمن، حاول تغيير لعب لكن ثلاثة مدافعين في التغطية. عودة لمحمد داوود والتصويب نعم في لمسة يد، لمسة يد على مراد اسماعيل، وركلة ثابتة، ركلة ثابتة لمصلحة اللاعب محمد أبو داوود. بطاقة صفراء لمراد اسماعيل صاحب الهدف، صاحب الجول. هذه اللقطة الأخيرة والتصويبة القوية من اللاعب مراد اسماعيل، اصطدت بها اللاعب طبعا محمد أبو داوود في التصويب. مراد اسماعيل هل تعمد طبعا لمس اليد أو لمس الكرة باليد في اللقطة الأخيرة، ولكن الحكم كان قريب، صفر وأعطى خطأ للأهلي. من نفس المكان يا حبيبي، من نفس المكان في دقيقة 30، هنا الإعادة والتصويب. نعم لمسة يد، وهذا اللقطة هل يا رب واحدة بواحدة. الحمام سجل قبل قليل مراد اسماعيل من نفس هذا المكان في مرمى الأهلي. الدور على خلدون، راس براس، واحدة بواحدة الآن بين خلدون وبين كذلك مراد اسماعيل. الكباتن، نتحدث عن الكباتن. يلا نشوف من يغلب، نشوف من يتمكن في هذه اللقطة. هل يتمكن الحلبان من تعديل النتيجة؟ حائط صد من أربعة تعديل، لقطة على بعد حوالي 22 متر. الحلبان يا ولد، الحلبان حطها جول، ولكن القائم الأفقي لمرمى الحارس رامي حمد حرم خلدون ومنع أحلام الكتيبة الأهلوية من عدم التعديل. لقطة رائعة، تصويبة معلم من خلدون الحلبان، ولكن في القائمة العليا لمرمى الحارس رامي حمادة حطها صح، ولكن مراد في الشبكة وخلدون في القائم، والفارق 1-0 للهلال على الأهلي. لكن حتى الآن مباراة جميلة، مباراة حتى الآن ترتقي بنسبة ما إلى مباراة نهائي، طابع هجومي، لعب مفتوح، لعب جمالي، هذا ما تمنيناه وهذا ما تسير عليه المباراة حتى الآن. عايد الشيوخي في التغطية أمام تامر الصيام، في خطأ على عايد الشيوخي، بديل، نذكر بأنه بديل دخل مكان عبد الله جابر. هنا اللقطة الأخيرة ممتازة جدا، كانت جول صعبة جدا أيضا على رامي حمادة، ولكن القائم هو من تكفل بمنع هذه الكرة من شبك الحارس رامي حمادة. ركلة ثابتة لتامر الصيام في القائم الأيسر لمرمى الحارس عزم شويكي. أصبح ممكن أن نقول بأن الكرات الثابتة سلاح مميز عند الفريقين. عندك أقدام يسارية موهوبة، منهم تامر ومنهم خلدون ومنهم اللي هدف حتى الآن واللي سجل هدف المباراة الوحيد مراد إسماعيل. تامر الصيام في القائمة الثاني عليه، أو هذا متابعة عزم الشويكي أمام تامر الصيام، متابعة جميلة عن طريق الحارس عزم الشويكي، يشيل كرة من الزاوية اليمنى في زاوية بعيدة حتى تامر الصيام. ياما سجل من هذا المكان وحتى من الزاوية الركنية بالضبط تامر الصيام. كرة في اليسار لمصلحة الأهلي، مقطوعة من محمد مراعبة، محمد أبو داوود يستعيدها يمين، عودة في اليمين لمراد أبو ميزر، بالأمام طويلة، التغطية من تامر صلاح،
تامر صلاح بذكاء بهدوء، عودة من مراد اسماعيل في اليسار لمحمد ابو خميس. ابو خميس يلعب كرة بالامام طويلة تعود في المنتصف، صافرة، خطأ لمصلحة الهلال، خطأ لهلال القدس بطل كأس فلسطين في طبعا 2011 و2014 والسوبر في 2011 و2014، عندما كان الهلال بطلا طبعا على مستوى الكأس كان كذلك بطلا على مستوى كأس السوبر الفلسطينية، الفريق اللي توج أيضا بلقب دوري المحترفين اللي في مرتين آخرهم الموسم الماضي مع الكابتن خضر عبيد، وكذلك في موسم 2012 البطل في الموسم الماضي ب 46 نقطة ب 14 فوز 4 تعادلات وأربع خسارات. موسم جديد يطمح فيه الهلال في ظل هذه الأسماء والتعاقدات، كذلك في المنافسة بقوة على الدوري وكذلك تشريف الكرة الفلسطينية في المشاركات الخارجية. الأهلي كان افتتح هذا الموسم بخسارة كأس فلسطين بلقاء شباب رفح، خسر ذهابا إيابا. كرة بينية بالأمام، عودة لمصلحة اللاعب شادي شعبان مباشرة، ولكن وين من شادي؟ قلت شادي شعبان، محمد أبو داود حتى الآن طبعا لم يقدم المستوى الكبير، وهما مطالبان بتقديم أداء أفضل في أرضية الملعب، تفوق واضح لمصلحة الهلال في وسط الملعب، يمين وإسماعيل وعلي عدوي وخالد سالم ومعاهم الدباء، كل هذه الأسماء حتى الآن تصنع الفارق لمصلحة الهلال في وسط الملعب. داود سرحان، كرة في المنتصف لمصلحة شادي شعبان، خاطئ من شادي، يستعيد محمد يمين في اليمين، موسى فراوي تامر صيام يستلم كرة صح، يعود معاه محمد أبو داود، دور مميز لدى أبو داود، عود لمصلحة اللاعب شادي شعبان في اليسار، داود سرحان التغطية، محمد يمين اللاعب السابق لفريق ثقافة طولكرم في الموسم الماضي، صاحب 23 سنة، ابن مدينة قلقيلية، واللاعب السابق أيضا لإسلام قلقيلية، لاعب المنتخب الوطني أيضا محمد يمين، أثبت إمكانياته في زمن سريع طبعا في وسط الملعب. كرة في اليمين لمصلحة سامح مرعبة تصويبة ولكن عالية وسهلة تمر فوق المرمى إلى كرة عند الحارس رامي حمادة. 16 لقاء سابق جمع الأهلي بالهلال في كل المسابقات منذ العام 2008، فوز الأهلي 6 مرات، فوز الهلال أيضا 6 مرات، والتعادل 4 مرات. هذه مباراة فاصلة في كل شيء، أشياء كثيرة فاصلة لمن سيكون حقق الفوز أكثر على طبعا الآخر. وعلى فكرة الأهلي والهلال في السنوات الأخيرة كل منهم حقق حوالي 7 ألقاب محلية، على مستوى الحديث عن ألقاب كأس فلسطين بالتحديد لفريق الأهلي، فريق اللي حقق 7 ألقاب منذ 2010 فريق الهلال، وكذلك فريق الأهلي 7 ألقاب بالإضافة لطبعا صعوده منذ سنوات من دوري الدرجة الأولى والاحتراف الجزئي، بطلا لدوري الاحتراف الجزئي في موسم 2012-2013، بطل كأس فلسطين في آخر موسمين ولكنه خسرها على الموسم الماضي أمام شباب رفح. رامي حمادة خروج موفق من رامي حمادة إلى خارج الملعب، حتى الآن 1-0 لمصلحة الهلال، هدف اللاعب مراد إسماعيل من ركلة ثابتة. الأهلي كذلك كان توج بلقب كأس فلسطين 3 مرات 2015-2016 كما ذكرنا سابقا في مباراة نهائية جمعته مع هلال القدس، وفي 2017 على حساب فريق شباب الخليل. كرة في المنتصف لمصلحة محمد أبو خميس علي عدوي يستعيد شادي شعبان، سقوط شادي وخطأ لشادي شعبان اللي كان عنده تجربة احترافية مع فريق باليستينو تشيلي لحوالي 6 أشهر لكنها لم تستكمل أو لم تستمر. محمد صالح يصوب كرة بعيدة،
حلول أهلوية غائبة حتى الآن، تسرع بعض الشيء. شفنا هذه الكرة مثلا محمد صالح يلعبها بسرعة بتصويبة بعيدة جدا، كذلك شادي شعبان كانت عنده محاولة وتصويبة أيضا بعيدة في نفس الحال. كذلك اللاعب خلدون الحلمان كان عنده أجمل فرصة أهلوية في الشوط الأول من ركلة ثابتة اصطدت بالعارضة العلوية. أبو داود في اليمين، سامح مرابة كرة بينية لمصلحة الحلمان. خلدون في المنتصف يستلم كرة، خلدون الحلمان ممتاز، يدور يلف يمشي، ممتاز التصويبة. محمد مرابة يستعيد، مرابة يلعب لمصلحة سامح داخل منطقة الجزاء والرأسية، ولكن محمد أبو داود في رأسية تصطدم مدافع الهلال، تدخل ركنية لمصلحة الأهلي. بدأ ينشط الأهلي، عندما ينشط سامح مرابة ومحمد مرابة شادي الشعبان وحتى الآن أنشطهم صراحة على أرضية الملعب هو خلدون الحلمان، هذه الأسماء الأربعة هي الكفيلة بإزعاج وإرباك دفاعات الهلال. ركلة ركنية، التنفيذ من داود صلاح والمتابعة من مراد إسماعيل، وكرة بالتالي لخارج الملعب، ركنية لمصلحة الأهلي مجددا. التنفيذ هذه المرة عند سامح مرابة، بالتنفيذ على مرمى الحارس، رامي حمادة في القائمة الأيمن، سامح مرابة في القائمة الثانية، رأسية أولى ولكن متابعة دفاعية عن طريق اللاعب تامر صلاح، إبعاد مرتدة سريعة، أبو ناهية ويامين، ولكن سلمها بسرعة وضاعت الفرصة. يرجع محمد صالح بالأمام، خلدون ومع تامر صلاح، وكرة بعيدة من خلدون الحلمان لخارج الملعب إلى ضربة مرمى عند اللاعب أو الحارس رامي حمادة. هنا الفرصة الأخيرة لمصلحة خلدون الحلمان، ولكن كرة خلدون عالية وبعيدة بالقدم غير المفضلة طبعا، القدم اليمنى بالنسبة لخلدون الحلمان. ضربة مرمى لمصلحة اللاعب، والهلال عند رامي حمادة، تبديل الكرة، والحكم إسحاق الكيلاني يتأكد طبعا. من هذه الكرة قبل إرجاعها عند الحارس رامي حمادة. كرة في المنتصف، أحمد أبو ناهية في اليمين، موسى فراوي داخل منطقة الجزاء، والركنية جميلة من موسى فراوي. اللاعب الشاب في الجهة اليمنى 20 سنة تقريبا، يلعب كرة عرضية جميلة، ومتابعة أحمد أبو ناهية مجددا، ولكن أحمد أبو ناهية تصويب تجاهل بالمدافعين، ذكاء في التحرك الأخير عن طريق اللاعب موسى فراوي. الركنية من تامر الصيام في القائم الأيسر، دائما يحذرون من هذه الكرة تامر الصيام، وعزم الشويكي خروج رائع. عودة لفراوي، موسى فراوي، عودة في اليمين لمصلحة خالد سالم، تصويب أرضية قوية تصطد بالمدافع، وبالتالي إلى رمية تماس في الناحية اليمنى. محاولة اللاعب تامر الصيام يكسب ركنية من جديد. تامر الصيام اللي كان سجل في الموسم الماضي 8 أهداف، دفاعات الأهلي المرتدة سريعة عند اللاعب داود سرحان، والتغطية الدفاعية الحاضرة. عودة في المنتصف لمصلحة اللاعب سامح مرابة، وعاد الشيوخي محمد صالح في اليمين إلى مراد إسماعيل، مراد أبو ميزر في المنتصف، يلعب كرة لمصلحة اللاعب
البطاط شادي شعبان. شادي شعبان كرة بينية يستعيد اللاعب مراد إسماعيل. مراد يوصل كرة صح عند اللاعب محمد خليل. تامر صلاح، تامر سياف في اليسار، تامر سياف وعلي عدوي. علي عدوي، علي عدوي ينتظر، يرجع ليمين، يمين في اليسار عند الدبا. عدي الدبا مع علي عدوي. تحت الدفاعية محمد أبو داود إلى شادي شعبان في اليمين. أبو داود، أبو داود يحاول يوصل الكرة باتجاه خلفه. الحلمان أخذ مكان صح خلدون. تمركز شيء مهم جدا، التحرك بدون كرة أيضا شيء مهم جدا في عالم المستديرة. تحرك صح عن طريق اللاعب خلدون الحلمان، ولكن لم تصل هذه الكرة عن طريق اللاعب محمد أبو داود. دقيقتان من الوقت الإضافي يضيفهم الحكم الرابع أحمد أو أشرف قادوس. الحكم الرابع بإضافة دقيقتين على مستوى الوقت الإضافي في الشوط الأول. الهلال متقدم بهدف مقابل لا شيء. تامر سيام في اليسار الدباح. 9 أهداف لعدي في الموسم الماضي، 8 أهداف لتامر سيام أيضا في الموسم الماضي مع الهلال على مستوى الدوري. هنا تامر سيام في المنتصف مع أبو داود. عودة من أبو داود في اليمين، سامح مرابة يصل بكرة عند محمد مرابة على طول بالخلف عند المدافع محمد صالح. محمد صالح إلى سامح مرابة. سامح مرابة على طول أبو داود. مراد أبو ميسر إلى مصعب بطاط في الأمام طويل لداود صالح، ولكن تغطية من خالد سالم. شفنا على فكرة الأهلي يحاول استغلال أو استعمال سلاح الكرات الطولية خلف المدافعين. نجح إلى برأي المتواضع لحد بعيد في إرباك دفاعات الهلال بهذه الطريقة. صنع بعض الفرص الهلال في الشوط الأول أفضل من الأهلي أداء ونتيجة، وفرض سيطرته أكثر بعد الهدف الأول. الأهلي سنحت له بعض الفرص، مع ذلك فقد عبد الله جابر الإصابة، دخل بداله اللاعب عايد الشيوخي. صنع بعض الكرات لكن ما زال يحتاج إلى جهود بعض لاعبيه الذين لم يقدموا المستوى الكبير حتى الآن في الشوط الأول. أتحدث عن شادي وعن أبو داود ومحمد وسامح. الشوط الأول انتهى أعزائي الكرام بصفر الحكم إسحاق الكيلاني. هلال القدس متقدم على أهل الخليل 1-0. هدف اللاعب مراد إسماعيل جاء من ركلة ثابتة في الشوط الأول عبر قناة فلسطين الرياضية. أعزائي الكرام في لقاء نهائي كأس السوبر الفلسطينية 2017، العودة الآن بالكلمة عند الزميل محمد علوي وضيفي الكابتن عبد الناصر بركات وكذلك الكابتن جمال أبو بشار. من جديد اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اذا كما تابعتم انتهى شوط المباراه الاول بتقدم هلال القدس بهدف دون رد بامضاء اللاعب مراد اسماعيل في الدقيقه 25 من عمر شوط المباراه الاول. شاهدنا شوط اول جيد جدا، ارتقى الشوط الاول الى شوط مباراه نهائيه بين اهلي الخليل وهلال القدس. الحديث ايضا مجددا عن هذا اللقاء وشوط المباراه الاول مره اخرى ارحب باسمكم جميعا بضيفي هنا في ملعب الجامعه العربيه الامريكيه في مدينه جنين بالمدير الفني للمنتخب البداية الكابتن عبد الناصر بركات. مساء الخير. وأيضا الترحيب موصول مرة أخرى بالدكتور جمال أبو بشارة المدير الفني السابق للمنتخب البداية. مساء الخير. مساء الخير كابتن عبد الناصر. يعني كما تحدثنا قبل بداية شوط المباراة الأول، هلال القدس لديه مقومات الفوز أكثر من أهلي الخليل، أليس كذلك؟ يعني بالنسبة للإحصائيات الشوط الأول كان هناك 8 فرص للهلال بمقابل
خمس فرص لأهل الخليل. بالنسبة للتسللات، تسللين على أهل الخليل مقابل صفر. بالنسبة للضربات الركنية، ثلاث ركنيات الهلال مقابل ركنيتين، فبالتالي هناك تفوق على الجانب الإحصائيات للهلال. طبعا رسخوا بهدف من ضربة ثابتة، يعني كانت انتهى بها نتيجة الشوط الأول. نعم دكتور جمال، يعني أيضا هلال القدس لديه أيضا من القدرة ما يحافظ على هذا الهدف وربما أيضا التقدم خلال الشوط الثاني. يعني لو تألق حارس المرمى لكانت النتيجة أكبر، لذلك أنا بتصور الشوط الأول كان في مجمل لصالح هلال القدس. السبب الرئيسي كان خط الوسط، خط الوسط هلال القدس سيطر تقريبا على بعض مجريات المباراة. وسط أهل الخليل لم يقم بمستوى، شادي مش بمستوى المحدود، خروج عبد الله جابر أثر وسيؤثر على مجريات الشوط الثاني، وجود مصعب البطاط في قلب الدفاع أيضا أثر على الجانب الهجومي، الشكل الهجومي لأهل القريب. بتصور أنه نجح هلال القدس في أنه يضغط في منتصف الملعب، يسترجع الكرة بسرعة ويستخلصها، ومنع من حاول قدر الإمكان أنه يمنع الهجمات المرتدة اللي اعتمد عليها أهل القليل. في لقطة أو لقطتين من المباراة نجح أهل القليل أنه يعمل هجمة مرتدة، في إحداها كانت الهجمة منظمة وكان ممكن أنه يحرز منها الهدف لولا التسرع. الهجمة الأخرى وقوع في خط في مصيدة التسلل. بتصور سلاح أهل الخليل وفعاليته كانت فقط في الهجمات المرتدة لعدم قدرة خط الوسط على السيطرة على ميدان اللعب وصنع اللعب. مجريات الشوط الثاني تحتاج إلى فكر من المدرب، ايضا امكانيات اللاعبين. يعني اصابه عبد الله جابر ممكن ان تؤثر على مجريات. يعني سنتحدث بكل تاكيد دكتور جمال عن وضع شوط المباراه الثاني وقراءتكم الفنيه، لكن كابتن عبد الناصر اهلي الخليل لم يكن بهذه السلبيه التي من الممكن ان تخرجه خاسرا بهدف دون رد. كما تحدث الدكتور جمال، يعني كان لديه سلاح فتاك قوي ممثل ايضا بخلدون الحلمان وتمريراته واعتماده ايضا على الكرات على المرتدات. يعني كان هناك انتقال سريع من الحاله الدفاعيه للهجوميه، الا انه عاب بعد تلقي الهدف. يعني لم يكن هناك مشاركه لا لمراد ابو ميزر في الجانب الهجومي، وبالتالي يعني يجب ان يكون هناك زياده عدديه من خلال الظهيرين، يعني مشاركه وزياده اعطاء الافضليه الهجوميه في لاهل الخليل. فبالتالي يجب ان يكون هناك مشاركه للظهرين. طبعا وجود مصعب البطاط وخروج عبد الله جابر يعني قلل من هذه الميزه اللي كان يتمتع بها اهل الخليل من خلال الظهيرين العصريين الذين يعطوا زخم وتنويع في الهجوم. طبعا يعني دائما اعطى الزخم، ابقى ابو داود خلف واعطى الزخم لخلدون الحلمان سامح ومحمد مراعي، بالاضافه لسرعه داود صلاح. ولكن طبعا يعني لم تكن هناك نجاح هجومية، فرصة وحيدة ارتطمت بالعارضة وباقي الهجمات يعني ذهبت أدراج الرياح. عابد الشيوخي بديل عبد الله جابر قادر إنه يعني يسكر أو إنه يعمل اللي كان يعمله عبد الله جابر؟ يعني بالشق الدفاعي منذ نزوله قام بالشق الدفاعي على أكمل وجه، أما بالشق الهجومي لم يقم بواجبه زي ما حكينا مثل عبد الله جابر. على الرغم أنه تناوب يعني على مدار الشوط الأول وجود خالد سالم وتامر صيام، كان في البداية تامر صيام ثم خالد سالم. بتصور أنه هلال القدس لعب على الأطراف، لكن كانت نهاية دائما هجمته من العمق. حتى الهدف من ركلة ثابتة هو اختراق من عمق الملعب. الخطأ الدفاعي اللي كان وكان ممكن يسجل أبو ناهية انفراد تام وممكن يسجل منه هدف. أيضا في بداية الشوط حتى قبل تسجيل الهدف كان هناك اختراق من العمق. يمكن مصعب متعود أنه يلعب ظهير يمين، لم يكن في بداية اللعبة داخل في رتم المباراة، فكان الخطأ الأول. لكن بعد ذلك كان في يعني دفاعيا كان تموضع اللاعبين جيد، لكن زي ما قال الكابتن بتصور انه بعدم وجود الزياده العدديه الاهلي لن يستطيع صناعه اللعب خاصه في وسط الملعب. كابتن عبد الناصر، من الواضح ايضا بانه التعليمات مشتركه ما بين المدربين للاعبين بضروره الحصول على الاخطاء على حافه منطقه الجزاء. شهدنا الهدف الاول من ركله ثابته من على مشارف منطقه الجزاء، ايضا فرصه يعني لولا العارضه لكان هناك هدف تعادل ايضا لاهلي الخليل.
يعني الاعتماد ايضا على السلاح الكرات الثابته، مجدي في مباراه نهائي كهذه المباراه وايضا بهذا الزخم وهذه المعطيات؟ اكيد يعني بحال تاثر حلول يعني تكتيكيه للمباراه الضربات بتكون ناجعه، يعني هناك يعني شيء ملاحظ عدم مشاركه الظهيرين في اول 30 دقيقه من الفريقين، يعني لم يشارك موسى فران ولا عدي الدباغ الذي يعني معتاد على الزياده، وهذا يعني دليل على انه المدربين اعطوا تعليمات بالحذر وابقاء الاربع المدافعين في اول 30 دقيقه في الحاله الدفاعيه واعطاء الزخم للوسط، حتى مراد اسماعيل يعني كان ثابت واعطاء محمد يامن الزياده الهجوميه، بالاضافه لوجود خالد سالم وتامر وعلي عدوي وابو ناهي، فبالتالي يعني الامور يعني يلعبوا بشكل متوازن، ابقاء واعطاء الامان الدفاعي من خلال ابقاء اللاعبين باستثناء بعد الدقيقه 35 شارك موسى الفراني وشارك عدي الدباغ، وايضا بالمقابل يعني عايد الشيوخي ومراد شارك، ولكن طبعا تبقى المشاركه يجب ان تكون بشكل اكثر اذا ما اردنا تعديل وزياده، يعني الهلال هدف وحيد غير كافي ممكن يعني يتم تعديل باي وقت، والملاحظه بالمقابل يجب الهلال الاهلي العوده سريعا من اجل العوده للمباراه ومن ثم التفكير بالفوز. هلال القدس راح يسكر المنطقة الخلفية، في المقابل الأهلي الخليل راح يندفع أكثر، والاعتماد على انفتاح المنطقة الخلفية لأهلي الخليل بالنسبة للهلال. يعني الشوط الأول كانت ردة فعل أهلي الخليل متأخرة، بعد الدقيقة 35 كان هناك في محاولات حقيقية لإدراك التعادل، السبب في ذلك أيضا دخول عدي الدباغ أحيانا الظهير اليمين لهلال القدس، أحيانا كان يدخل استغل أو لعب أهلي الخليل على المرتدات وسرع اللعب. بتصور انه رايح يرجع هلال القدس للتموضع الدفاعي ورايح يلعب خصوصا بدايه الشوط الاول او اول ربع ساعه، رايح يلعب بحذر شديد مع محاوله زياده الغلي، اذا استطاع ان يحرز هدف اطمئنان، لانه نتيجه 1-0 في اي لحظه بامكانيات لاعبين اهل الخليل سامح مراعبه خلدوني الحلمان اللي بصراحه كان الشوط الاول من افضل لاعبين اهل الخليل، كان دينامو متحرك حاول كل جهده في بدايه او في نهايه الشوط الاول، وحاول انه يصنع بعض الهجمات المرتده لانه بتحتاج الى دقه في التمرير، وخلدون الحلمان يمتاز بهذه الخاصيه. اهلي الخليل دفاعه تحمل الجزء الاكبر من الضغوطات، ماذا سيحصل او ماذا سيصبح لديه في الشوط الثاني خاصه في منطقه الدفاع؟ يعني بالنسبه للتحمل الدفاع ايضا يجب يعني ان نعطي الحارس المرمى حقه، تالق بشكل كبير ومنع الكثير من الفرص، فبالتالي يعني كان عامل امان للهدف، يعني لا يتحمل مسؤوليته، يعني اتوقع ان يعني يشارك خلدون الحلمان كمهاجم صريح ثاني، يعني سيتحول 4-4-2 هذا هو المنطق اذا اردت، لانه محمد مراعبه معزول، فبالتالي يعني يجب ان يكون هناك زياده في الجانب الهجومي، والاعطاء شادي شعبان مهمه للزياده العدديه بالاضافه لداود صلاح، ايضا يجب ان يكون هناك زياده في الظهيرين من اجل التعويض مع عدم اخفال سرعة المهاجمين ولاعبين الوسط للهلال الذين سيسعون إلى استغلال الأخطاء والتحول السريع من أجل زيادة الغلة وإنهاء المباراة بتسجيل الهدف الثاني. دكتور جمال، حمادة مرعبة بحاجة إلى ثقة أكثر لأنه وضعه بالدوري ليس كما يجب، برأيك إن حصل وسجل أو حصل على استطاع أن يسجل هدف سيعود حمادة مرعبة أيضا ويربك هلال القدس؟ يعني هو عائد من إصابة أولا، ثانيا فعلا بحاجة إلى تسجيل وخاصة في مباراة نهائية، لأنه التسجيل معناه المزيد من الثقة والثقة بإمكاناته وقدراته. بتصور حسب طريقة لعب الأهلي في الشوط الأول كان هو مهاجم محاصر بأربع لاعبين، خاصة في 30 دقيقة الأولى ما كانش هناك المساندة الحقيقية لا من الظهيرين ولا حتى من لاعبي الوسط، هو الوحيد اللي كان يسالم خلدون الحلمان. إذا أراد أهل الخليل أن يسجل لابد من زيادة العددية في الثلث الأخير من مرمى أهل هلال القدس، ولابد أيضا من أنه مثل من المخاطرة، وأنا بتصور أنه أهل الخليل ممكن أن يخاطر في آخر ثلث ساعة من المباراة إذا بقيت النتيجة كما هي. أما في البداية بتصور رايح يلعب بنفس النسق مع محاولة أنه يرتب خط الوسط ومحاولة السيطرة على الكرة في خط الوسط.
أصبحنا نتحدث ليس عن مباراة هدف واحد كابتن عبد الناصر، يعني من الواضح أيضا من كلامكم ومن أيضا أداء الفريقين بأن المباراة لن تنتهي بهدف دون رد نظرا لعطاءات الفريقين في شوط المباراة الأول. يعني اليوم حينما تنتهي المباراة بواحد صفر سيكون السيناريو واضح، الأهلي سيسعى إلى التعديل ومن ثم التفكير بالفوز، بالمقابل يعني هلال القدس إذا ما أراد أن يعني ينهي المباراة يجب أن يسجل، نتيجة 1-0 غير كافية، فبالتالي الأمور ستكون مفتوحة، فبالتالي إما تحقيق التعادل أو إنهاء المباراة من خلال الهدف الثاني. نعم، أيضا برأيك دكتور جمال بأنه الاعتماد أيضا على الأخطاء من أماكن نموذجية سيشكل حل الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، مع أنه يعني الفريقين انكشفوا لبعض أكثر من خلال شوط المباراة الأول. يعني سلاح الأهلي الخليل واضح، والهجمات المرتدة في الشوط الأول هل سيغير السيناريو أم لا أو لا؟ هذا عند المدرب. لا شك أنه امتلاك لاعبين قادرين على تنفيذ الركلات الثابتة هو سلاح خطير، والركلات الثابتة هي أحد الوسائل التكتيكية اللي ممكن تسجل منها، وأحيانا من ركلة ثابتة واحدة ممكن أن تغير مجرى كل المباراة. خلدون الحلمان قادر على تنفيذ الركلات الثابتة بشكل ممتاز ورائع، وجود تامر سيام، مراد إسماعيل قادرين على تنفيذ الركلات الثابتة الممتاز. إذا لاحظنا بالشوط الأول تامر سيام نفذ كرة أو كرتين لولا تألق حارس المرمى كان ممكن أن يتم تسجيل هدف منها. بتصور الركلات الثابتة أحد الحلول المتاحة لكل الفريقين وممكن أن يتم التسجيل منها. خالد سالم كابتن عبد الناصر، يعني تحدثنا قبل اللقاء عن وضعه وهو لاعب جوكر، يعني شاهدناه يميل للجوانب الدفاعية في نهاية شوط المباراة الأول. تنويع اللعب لهذا اللاعب أيضا إلى أي مدى سيجعل من الثبات أكثر لفريق هلال القدس، وأيضا من تواجده وتموضعه ومراوغاته أكثر سيشكل عبء آخر على أهلي الخليل؟ يعني هو يعني بالنهاية هذا حسب معطيات الشوط الثاني، حسب ظروف المباراة. أحيانا سيشكل إضافة في الجانب الهجومي مع تأخير مراد إسماعيل وإبقاء لاعبين الأطراف، يعني 4-1 أو يمكن أن يحاول أن يساعد في الدفاع من أجل الحد من إمكانية التحول السريع من الحالة الدفاعية الهجومية لأهل الخليل. فبالتالي هو صمام أمان يخلق نوع من التوازن حسب ظروف المباراة وحسب الخطورة وحسب يعني الأمور التكتيكية التي ستحدث في المباراة. فبالتالي يعني هو دوره يعطي توازن، ولكن يعني أنا بتصوري هو بالحالة الهجومية مع إبقاء 4 مدافعين ومراد إسماعيل يجب أن يحقق زيادة الهجومية من أجل زيادة الفعالية وتحقيق الهدف الثاني إذا ما أراد الهلال قتل المباراة وإنهاء. أخيرا دكتور جمال، يعني ما فيش شيء خايف منه أهلي الخليل، ما فيش شيء رح يخسره، المغامرة واردة برأيك في مثل هاي الظروف؟ واردة بس بتصور مش في بداية المباراة، لأنه المغامرة في بداية المباراة ولا سمح الله لمدرب الأهلي الخليل أن يدخل مرمى هدف معنى صعوبة المهمة وعدم القدرة على العودة. بتصور تكتيكيا يعني أنه هي عملية ضبط خط الوسط بشكل أفضل لأهل الخليل، السيطرة على وسط الملعب وثم الامتداد قليلا والتحول من الدفاع إلى الهجوم بسرعة، هذا مهم لأهل الخليل، وعدم البقاء مستمر في ردة الفعل بل عليه يجب أن يكون هو الفعل. بتصور هذه إحدى أهم التعليمات التي يجب أن تعطى للاعبي أهل الخليل خاصة في بداية الشوط الثاني. أشكركم مرة أخرى الكابتن عبد الناصر بركات والدكتور جمال أبو مشارة. إذن مشاهدينا الكرام، فسحة المتعة ما زالت موجودة من خلال شوط المباراة الثاني، هلال القدس وأهلي الخليل على نهائي كأس سوبر الكرة الفلسطينية. أنقل الكلمة مرة أخرى لزميل عمر حماد في التعليق. مساء الخير مرة أخرى عمر. شكرا للزميل محمد علوي وضيوفي في الاستوديو الكابتن مدرب المنتخب الوطني الفدائي عبد الناصر بركات وكذلك الدكتور جمال ابو بشاره. الان الى الشوط الثاني من لقاء هلال القدس اهلي الخليل سوبر فلسطين 2017. الشوط الاول انتهى بتقدم الهلال بهدف وحيد سجله اللاعب مراد اسماعيل. الآن الشوط الثاني وتبديل أول لمصلحة كتيبة الأهلي بدخول اللاعب
حمادة الجعبري صاحب القميص رقم 19. محمد خالد الجعبري يدخل في التشكيلة كلاعب بديل، وهو تبديل ثاني طبعا، التبديل الثاني بالنسبة للفريق الأهلاوي بعد تبديل أول كان بإدخال اللاعب عايد الشيوخي مكان عبد الله جابر المصاب. الآن يدخل حمادة الجعبري كتبديل ثاني مع انطلاقة الشوط الثاني من هذه المواجهة التي ستنطلق بعد لحظات. الكابتن إسحاق الكيلاني وصافرة البداية في الشوط الثاني. بقي عند الأهلي تبديل وحيد، المدرب ألبرتو فينشانزو يدفع بالمهاجم محمد الجعبري طبعا في تشكيلة حاليا مكان، على أمل طبعا أن يأتي التغيير الهجومي وكذلك التحسن الهجومي بالنسبة للأهلي، الفريق اللي يحتاج أن يهاجم أفضل وأن يقدم مباراة أفضل. فريق الأهلي سنحت له بعض الفرص في الشوط الأول، لم ينجح في التسجيل، كانت أخطرها وأجملها الكرة الثابتة عن طريق هذا اللاعب في الصورة خلدون الحلمان، الركلة ثابتة راحت في القائم العلوي لمرمى الحارس رامي حمادة. نذكر سريعا بالتشكيلة عند الهلال، رامي حمادة في المرمى، خالد سالم، تامر صلاح، حمد أبو خميس، عدي الدباخ، مراد إسماعيل، محمد يمين، موسى فراوي، علي عدوي، تامر الصيام، وأحمد أبو ناهية في التشكيلة. في المقابل الأهلي يلعب مع الحارس عزم شويكه، المدافعين عايد الشيوخي، محمد صالح، كذلك بوجود مراد أبو ميزر، وأيضا داود صلاح، محمد الجعبري، محمد أبو داود، خلدون الحلمان، سامح مراب، محمد مرابة. هنا كرة عرضية خطيرة والحارس عزم شويكه في المرصاد، ومصعب البطاط كذلك خرج شاد شعبان ودخل محمد الجعبري. بقي الأهلي يلعب بلاعب ارتكاز وحيد وهو اللاعب محمد أبو داود. لابد طبعا من المغامرة، هكذا يبدو المدرب ألبرتو فينشانزو يفكر في المغامرة حاليا، يدفع بلاعب مهاجم ويتخلى عن لاعب ارتكاز هو شاد شعبان، لم يقدم الكثير في الشوط الأول. سننتظر بأي التعديلات وأي التغييرات وأي الأشياء الجديدة ستأتي هذه القراءة الفنية للمدرب ألبرتو فينشانزو، المدرب الإيطالي صاحب 32 سنة، مدرب شاب، المدرب اللي عنده شهادة المدرب المحترف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تجربة سابقة كبيرة مع الدوري الغاني وأرمينيا وأستونيا ولاتفيا منتخبات سنية. شوط ثاني نتوقع بداية كما كانت في الشوط الأول من هذه المباراة. الهلال يريد أن يضغط طبعا شوية حذر حتى يسجل ثاني الأهداف يؤمن النتيجة. الأهلي في المقابل مطالب أكيد وأكيد بأن يكون جريء ويمتلك الأسلحة اللازمة لتغيير معنى ومجريات المباراة، خاصة في هذا الفترة الفاصلة، الفترة الحساسة دائما ما بين طبعا الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. علي عدوي كرة ثابتة في القائم الثاني عند اللاعب عدي الدباغ، عدي الدباغ، أبو ناهي داخل منطقة الجزاء، محمد صالح، ممتاز محمد صالح، يكسب خطأ في اللقطة الأخيرة، المدافع الشاب صاحب 25 سنة محمد صالح، وابن طبعا القطاع العزيز واللاعب السابق مع الأندية الغزية محمد صالح، الموسم تقريبا الثاني على التوالي بقميص الأهلي. كرة لمصلحة اللاعب محمد مرعبة في المنتصف، يستعيدها الهلال، علي عدوي، علي عدوي، محمد أبو داود، ترجع في المنتصف، سامح مرعبة يرجع لأدوار أكثر في المنتصف، سامح يتخلى عن دوره في الجهة اليمنى، شوف هذه القراءة، حتى اللاعب داود سرحان ينتقل في الناحية اليمنى، سامح مرعبة وسط الملعب ومع خلدون الحلمان، سلامات للاعب تامر صلاح، سلامات لتامر، سلامات لتامر، حوالي 30 سنة، المدافع ابن جنين طبعا، ابن هذه المدينة اللي فيها هذا الاستاد الجميل والمميز للغاية،
أكيد إضافة ومفخرة للرياضة الفلسطينية. نذكر بأنه هناك أخبار مش مؤكدة لكن شبه مؤكدة أن المنتخب الوطني سيلعب هنا مع المالديف يوم 14/11. هنا الكابتن خضر عبيد، حوالي 49 سنة اللاعب السابق مع الوحدات، مع الفيصلي في الثمانينات، المدرب اللي كذلك توج بالدوري مع شباب الخليل، مع هلال القدس، مرتين صعد مع سلوان لمصاف دوري المحترفين، ومع أهل الخليل كذلك. مدرب ألبرتو فينشانزو 32 سنة، مدرب الإيطالي سبق وأن كان عند الأهلي مدرب إيطالي هو ستيفن كوزن، سبق وأن قاد الأهلي أيضا مدربون طبعا تغيروا في فترات في السنوات الأخيرة، منهم عمار سلمان، أيمن صندوق، كوزن، خضر عبيد. في هذه طبعا في السنوات الماضية كان حاضر بتدريبات الأهلي. كرة في اليمين لأبو مايزر، في الأهم، نبقى في الأهم، والأهم هو طبعا واقع المباراة والنتيجة التي تشير لتقدم فريق الهلال بهدف وحيد حتى الآن. والأهلي اللي أجرى التبديلات والتغييرات بقراءة الكابتن والكوتش في طبعا حصة ما بين الشوطين. هنا كرة بينية جميلة، عودة الدباغ في المتابعة، عودة في المنتصف لمصلحة أحمد أبو ناهية. خطأ لأحمد أبو ناهية، خطأ لأحمد أبو ناهية، لاعب سابق بقميص شباب الخليل وهذا الموسم بقميص الهلال في تجربة جديدة. جماهير الهلال الحاضرة في المدرجات أكيد تعطي المباراة جمالية خاصة بحضور المشجعين. مباراة بدون جمهور لا تسوى شيء صراحة، ولو كانت بين أكبر الفرق دائما للجماهير هي جمال الملاعب. كرة في المنتصف لمصلحة الهلال، أبو ناهية يستعد، داود سرحان، محمد داود في اليمين، سامح مرابع، كرة قصيرة خاطئة مقطوعة، يستعد أبو خميس، أبو خميس ممتاز، محمد أبو خميس ضغط على البطاط، مصعب بثقة كبيرة يعيد هذه الكرة على طول في المنتصف في يمين أمام خلدون الحلمان، عودة الدبا، صراع على كرة مع داود سرحان، ممتاز داود، صراع كبير، ثم خلدون الحلمان داخل منطقة الجزاء ولكن كرة بعيدة جدا لم تأتي كما أراد خلدون. في اللقطة العرضية الأخيرة سهلة عند الحارس رامي حمادة. 1-0 لهلال القدس. طبعا في حال التعادل مثلا سنذهب مباشرة إلى البنالتيات بدون أوقات إضافية. كرة في اليمين لمصلحة خالد سالم، خالد سالم، موسى فراوي، علي عدوي، يستعد الاهلي، كره بينيه بالامام طويل، داود سرحان سريع سريع سريع، داود سرحان لاعب سريع مهاري، يمر مره اولى وثانيه، يتمهل داود سرحان، يتاخر، يراوغ، ممتاز، يحافظ على هذه الكره، سامح مرابع، تصويبه عاليه، داود سرحان هل تاخر في اللقطه الماضيه في التمرير ام كانت صعب التركيز طبعا والحفاظ على الكره، بالتالي اضطر للتاخر ثم لعب كره عرضيه، لعبها سامح مرابع فوق القائم الى ركله مرمى عند الهلال. هنا اللقطه الاخيره، مراوغه داود سرحان، سامح مرابع على القدم بالتمام والكمال على الطاير، ولكن الكره ذهبت عاليه فوق المرمى، مرمى الهلال. خلينا مع جماهير الهلال. سلامات للاعب احمد ابو ناهيه الملقى على ارضيه الملعب. سلامات للاعب المصاب، هو علي عدوي، نعم للتصحيح، علي عدوي اللاعب المصاب في اللقطة الأخيرة، سلامات لعلوي، علي عدوي. عبد الله جابر فقدنا للإصابة، نتمنى طبعا السلامة لكل اللاعبين. الحلمان في ركلة ركنية تلعب على جميلة، دفاع الهلال خطيرة هذه اللقطة،
عملت إرباك كبير في دفاعات الهلال، لكن في الأخير تمكن مراد إسماعيل يقدم مباراة كبيرة حتى الآن. مراد إسماعيل عازم شويكي، كرة طولية أصبحت سلاح الأهلي. ربما في الشوط الأول نوهنا لأنه الأهلي استخدم سلاح الكرات الطولية بالعمق خلف المدافعين. الشوط الثاني بدأ الأهلي يعني يستخدم أكثر هذه الكرات كما نلاحظ. حاولة إيصال الكرة دائما باتجاه حمادة الجعبري، داوود سرحان انطلقت علي عدوي، سقوط صافرة وخطأ، صافرة وخطأ للاعب مهاري وهداف اللاعب السابق لفريق شباب الخضر حوالي 26 سنة علي عدوي. يكسب خطأ وسط الملعب في بطاقة صفراء، نعم في بطاقة صفراء للاعب عايد الشيوخي. هذه اللقطة الأخيرة، نعم عايد الشيوخي ينال بطاقة صفراء. ركلة ثابتة بالنسبة للهلال عند اللاعب أبو خميس، محمد أبو خميس مدافع ولكنه يسجل أهداف كثيرة. محمد أبو خميس 6 أهداف في الموسم الماضي مع الهلال في الدوري عندما توج الفريق باللقب. كرة ثابتة خاطئة يرجع الأهلي والتصويبة، الحلمان يريد من هذا المكان اصطياد مرمى الحارس رامي حمادة ولكن كرة خلدون راحت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمى عند حارس الهلال رامي حمادة. 1-0 الفترة الفاصلة الآن تمر بسلاسة بالنسبة لفريق الأهلي. نتيجة حتى الآن ليست في صالحه بالنسبة للهلال، الأمور تسير على ما يرام حتى هذه اللحظة. يتخطى مرحلة مهمة أيضا في الشوط الثاني. هنا محاولة سامح مرابة، سامح في المنتصف يمين يمين في افتكاك هذه الكرة. واحد من اللاعبين الذين طبعا مهمتهم الأولى افتكاك الكرات وبالتالي في صافرة ولكن خطأ على محمد يمين، خطأ على محمد يمين 23 سنة اللاعب السابق للثقافي وإسلامي قلقيلية وطبعا ابن مدينة قلقيلية، معاه طبعا مرعبة سامح ومحمد مرعبة. كرة عند مصعب البطاط ابن الظهرية لاعب شباب الظهرية سابقا في مواسم كثيرة، لم يلعب لغير الظهرية أصلا ثم انتقال هذا الموسم لنحو الخليل وفريق الأهلي. داوود سرحان في اليمين، داوود سرحان تغطية تامر الصيام، عودة عند أبو خميس، محمد أبو خميس في اليسار لأحمد أبو ناهي. أبو ناهي في صافرة وفي خطأ لمصلحة الأهلي على محمد يمين في الناحية اليمنى. الأهلي بدأ يتحسر، الأهلي بدأ يتحسر حاليا. ركلة ثابتة عند اللاعب خلدون الحلمان في تبديل، في تبديل للهلال اللاعب صاحب القميص رقم 7 موسى فراوي يترك الملعب، يأتي محمد عبيد. كرة بينية مقطوعة تعود في الناحية اليمنى عند محمد عبيد، مهاجم طبعا مكان مدافع ايمن محمد عبيد، محمد عبيد يواصل وفي الأخير يسقط بدون خطأ. لاعب شاب أيضا من أبناء فريق الهلال مثله مثل موسى فراوي، مثل عدي الدباغ، مثل كذلك تامر الصيام. الرمية تماس في اليمين لمصلحة الأهلي، تلعب من أبو داود داخل منطقة الجزاء رأسية أولى متابعة حمادة الجعبري داخل منطقة الفرصة الأخيرة، ولكن أيضا حمادة مرابة لقطة صعبة، لقطة صعبة أمام دفاع الهلال المميز حتى الآن. يرجع حمادة الجعبري ممتازة، الحلمان في المنتصف، خلدون يدور كرة فريق الأهلي جيدة، تصويبة خلدون الحلمان هدف التعادل يأتي بقدم الكابيتانو الحلمان، يرد على مراد إسماعيل ويسجل هدف التعديل للكتيبة الأهلوية. هدف لهدف، والحلمان صاحب التسديدات والتصويبات المتقنات،
تهتز شبك الهلال بتسديدة خلدون الحلمدة الجميلة اللي تخادع الحارس رامي حمادة. شوف اللقطة الأخيرة، ناظر وانتظر وصوب كرة غلطت رامي حمادة وفي شباك الهلال، هدف لهدف. الأهلي تحسن يا ناس، نعم والأهلي سجل يا ناس، 1-1 بين الهلال والأهلي والمباراة تحلى أكثر، الأهداف تحل المباراة أكثر، 1-1. أظن لهذا التوقيت، وأقول أظن بأن المدرب بهذه التغييرات غير في صورة المباراة. هي تغييرات المدربين في دكة في غرف الملابس، ليست تغييرات بالكلام، إنما لمسة فنية، تعديل في التشكيلة، تعديل في مراكز اللاعبين، تغيير لاعب بلاعب. هذا التغيير اللي فعليا تحسه ملموس على أرضية الملعب وليس مجرد كلام عاطفي أو حتى كلام لرفع المعنويات، إنما فعليا التغيير الأجدر بأن نأخذه بالاعتبار هو التغيير التكتيكي والفني على أرضية الملعب. أظن بأن ألبرتو فينشانزو حتى الآن صراحة غير من شكل الأهلي بإخراج شادي شعبان، بإرجاع سامح مرعب وسط الملعب، بإنزال سرحان داود سرحان في الناحية اليمنى، وبإدخال حمادة مرعب كمهاجم. ننتظر ما هو قادم، ما زال في المباراة أشياء أخرى لم تأتي بعد، سأتي لها وقتها. هنا التصويب الجميل والهدف من الحلمان يعيد الأهلي في المباراة. هدف خلدون، مبروك الصبي ولا الصبية يا خلدون؟ مبروك، أظنها صبية يا سيدي، مبروك على كل حال. هدف لهدف، الركلة الثابتة للهلال. سلاح الهلال هو الكرات الثابتة، سلاح الهلال الكرات الثابتة. عندك تامر الصيام وعندك أبو وديع مراد إسماعيل. ركلة ثابتة، تامر الصيام، ركلة خطيرة في مكان قريب جدا على مرمى. عزم شويكي، تامر الصيام في لقطة قريبة خطيرة، تامر الصيام، يا حرام يا حرام، لقطة روعة من تامر الصيام، لقطة روعة من تامر الصيام، ضربت في التسعين. قلت الكرات الثابتة سلاح فتاك لمصلحة الهلال، وتامر الصيام ودى كرة ولا بالأحلام يا ولد، في القائم. جميلة جدا اللقطة من تامر الصيام، ولكن العارضة هذه المرة نفس العارضة على فكرة اللي صدت كرة الحلبان تصد كرة تامر الصيام، لك وعليك، وهي حال كرة القدم باختصار. خطأ لخالد سالم في المنتصف، ما زال في المباراة أهداف، لا أظنها تذهب إلى بنالتيات، لا أظنها. كرة من خالد سالم داخل منطقة الجزاء، متابعة علي عدوي في الناحية اليسرى، علي عدوي يحاول، ممتازة عند اللاعب محمد عبيد، عرضية محمد عبيد، ولكن صعب الدبل كيك، صعب الدبل كيك على بناهية، وبالتالي إلى ضربة مرمى. سلامات لبناهية، سلامات لحمد بناهية اللي يطلب الإسعاف سريعا. سلامات، نتمنى السلامة للاعبين، نتمنى السلامة لكل اللاعبين، نتمنى السلامة للاعب اللي ترك الملعب مصابا في الشوط الأول عبد الله جابر. 1-1 النتيجة، الشوط الثاني تغيرت المعالم، الأهلي منذ دخوله في الشوط الثاني شكله مختلف. وتكلمنا عن التغييرات الفنية والتكتيكية للمدرب ألبرتو فينشانزو، هذه المباريات، هذه الوضعيات اللي تختبر المدربين، اللي تعطيك الصافي عن إمكانيات المدرب الفنية، عن إمكانياته في قراءة المباراة. طبعا الوقت مبكر حتى نحكم على مستوى المدربين في قيادة المباراة، لكن هذه من لمحات على الهامش بالنسبة لمدربي الفريق. الكابتن خضر عبيد فكر هجوميا وادخل محمد عبيد،
أضاف مهاجم آخر. شوف نزعة هجومية خالصة وأرجع خالد سالم كظهير أيمن. الحلمان في المنتصف، عودة لمصلحة اللاعب محمد مرعبة. مرعبة كرة بينية وداود سرحان وجول. لا 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 لا، قصة العارضات اليوم، العارضة اليمنى أيضا تصد هدف لداود سرحان. مش معقول الكرة الأخيرة مرت خطيرة جدا ومرت بسلام. حمد الجعبري، حمد الجعبري الأهلي تحسن كثيرا كثيرا كثيرا، وهذه كرة بينية ولكن رامي حمد يخرج في التوقيت المناسب. لقطة رائعة، شوف خلف المدافعين داود سرحان حط كرة صح صح صح، كل شيء صح، ولكن هنا تأتي جزئية الحظ في المباريات. الحظ قال لا. عودة للدباغ، عودة للدباغ، مر داخل منطقة الجزاء محمد عبيد والدفاع، ثم خالدون الحلمان يكسب خطأ، يكسب خطأ. تتغير المباريات في التعرج، وهذه فرصة رائعة، فرصة اللاعب داود سرحان الرائعة الرائعة الرائعة، إلا أن الشباك تمنعت وتحصنت أمام داود سرحان. في منعرج صعود، في منعرج هبوط في المباراة، لا تشاهد فريق يقدم 90 دقيقة كاملة إلا ما ندر بنفس المستوى بنفس الإيقاع. الآن هذه الفترة الأهلي يبدو على أقل تقدير أحسن من أهل الشوط الأول. خطأ لداود سرحان بهذه اللقطة، الخطأ للاعب عدي الدبا. عدي حتى الآن لم يقدم الكثير على مستوى الرواق الأيسر والجهة اليسرى لهجوم فريق الهلال. ركلة ثابتة عند اللاعب الحلمان. من كراتك يا خالدون، صاروا يخافوا. ركلة ثابتة الحلمان، يوم الكرات الثابتة، الأولى في القائم، الثانية في الجول، الثالثة وين؟ الثالثة بعيدة، الثالثة في الهواء، الثالثة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى عند الحارس رامي حمادة. هدفان لهدف، الكباتن سجلوا، مراد سجل وخلدون سجل. حتى الآن في المباراة شفنا فرص، شفنا كرات في العارضة، لكن صراحة شكرا للفريقين حتى هذه اللحظة. مباراة طيبة للغاية، مباراة جميلة، مباراة تشرف الكرة الفلسطينية، مباراة تليق بمباراة نهائي تلعب بشكل مفتوح بشكل هجومي، وهذا أمر طيب جدا بالنسبة طبعا للمشاهدين لمحبي الساحرة المستديرة وكرة القدم. سلامات للاعب الأهلي في أرضية الملعب، يبدو من في اللقطة الأخيرة سامح، ممكن سامح مرعبة. سلامات لسامح مرعبة. هدف لهدف حتى الآن. مشوار الفريقين اللي بدأ في الدوري لم يكن على ما يرام. الأهلي تعادل 3 مرات في الدوري، تعادل مع الظهرية، تعادل مع ثقافة الكريم، تعادل مع المكبر، يحتل المركز 9 حتى الآن بعد 3 جولات. الهلال في المقابل 4 نقاط، فاز مرة، تعادل مرة مع ترجي وعد النيس، وخسر من ثقافة الكريم، وكان فاز طبعا في آخر أسبوع على فريق الخضر 6-2 في مباراة سجل فيها بوناهية وعدي الدباغ وتامر الصيام ومحمد عبيد ومحمد يمين ومراد إسماعيل، 6 هدافين مختلفين بقيادة هذا الكوتش خضر عبيد. سلامات لسامح مرابة، سيعود لأرضية الملعب. هدف لهدف، مباراة لإعطاء دفعة أخرى مختلفة في الموسم، خاصة سواء كانت للهلال أو للأهلي،
خاصة بعد طبعا البداية اللي قلنا عنها ليست بالكبيرة بالنسبة للفريقين على مستوى دوري الوطنية موبايل للمحترفين. محمد صالح في كرة ثابتة، صعود أربعة لاعبين من لاعبي الأهلي على حافة منطقة الجزاء. محمد صالح يرسل كرة داخل منطقة الجزاء. داود سرحان إبعاد برأس من أحمد أبو خميس ومحمد عبيد. مراد أبو ميزر يخلص كرة بشكل جميل. مراد يكسب رمية تماس، يكسب رمية تماس مراد أبو ميزر. تلعب في اليمين لمصلحة مراد، خرجت نعم، الحكم قريب واللقطة خرجت، وبالتالي الحكم يقول رمية تماس لمصلحة الهلال. أبطال السوبر سابقا كما قلنا، الهلال مرتين، الأهلي مرتين، شباب الخليل مرة، الظهرية مرة، وكذلك ترجي وادي النيس في مرة. كرة في اليسار لمصلحة أبو ناهية. أبو ناهية، محمد عبيد، محمد عبيد، عرضية مقطوعة من البطاط. داود سرحان، كرة قصيرة، رمية تماس يستفيد منها خلدون الحلمان لمصلحة الأهلي في الناحية اليمنى. رمية تماس عند المدافع مراد أبو ميزر. تهدأ المباراة نسبيا بعدما سجل الأهلي هدف التعديل. الأهلي يمتلك تبديل وحيد باقي في حصة أو في جعبة المدرب ألبرتو فينشانزو. الهلال يمتلك تبديلين، أدخل فقط محمد عبيد مكان موسى فراوي. أبو ميزر في اليمين، داود سرحان، صافرة وخطر لمصلحة الدباخ. محمد يمين يعود بالخلف عند عدي الدباخ. عدي إلى محمد أبو خميس، طويلة بالأمام من محمد أبو خميس. فقد رأس الخيط فريق الهلال، حتى الآن لم يعد متماسكا كما كان، منضبطا كما كان، منظما كما كان. فقد لمسته، وكذلك كما يقولون دائما فقد رأس الخيط على مستوى تسيير المباراة. كرة في المنتصف، عايد الشيوخي، مراوغة جميلة من عايد الشيوخي، يصوب كرة، ولكن هذه المرة بشكل متسرع، تصل سهلة عند الحارس رامي حمادة. لكن أكيد المدرب واقف يتابع حتى يعيد ضبط أمور الفريق الأزرق كما كانت، خاصة على مستوى هجومي بوجود عدوي أبو ناهية، محمد عبيد، ومعهم أكيد تامر الصيام في تبديل. كذلك الهلال يحضر تبديل، اللاعب صاحب القميص رقم 3 أشرف رباح. أشرف رباح هو البديل القادم، أظن سيدخل مكان عدي الدباخ. كرة في اليمين لأبو ميزر، على طول بالأمام في الناحية اليمنى، في سقوط لداود سرحان، وفي صافرة موجودة. لكن كرة ترجع عند الهلال لمصلحة اللاعب محمد أبو خميس. 6 أهداف لمحمد أبو خميس مع الهلال في الدوري في الموسم الماضي، رغم أنه لاعب قلب دفاع. ليس عدي، إنما علي عدوي يترك الملعب الآن، ويدخل أشرف رباح، لاعب ظهير أيسر يفكر بالرواق الأيسر المدرب خضر عبيد، ويزج بعدي الدباخ إلى مهام هجومية بحتة. لم يفيده كثيرا عدي الدباخ عندما لعب كظهير أيسر متأخر، قد تتغير الصورة عندما يرسل عدي الدباغ الآن إلى منطقة الجناح الأيسر. سنتابع هذه قراءة المدرب، تفكير المدرب في المباراة. في اليمين محمد يمين، محمد يمين للهلال داخل منطقة الجزاء، رأسية وو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 و
أحمد أبو ناهية يضيع أجمل فرص الهلال في الشوط الثاني. بغرابة بغرابة تم أحمد أبو ناهية بعد هدية 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 ذهبية من محمد صالح. هفوة هفوة قاتلة، مش هدية، هي هفوة، ولكن راحت على خير بنسر محمد صالح، مرت بسلام على دفاع الأهلي وضيعها بغرابة تامة المهاجم أحمد أبو ناهية. خطأ لأشرف رباح، فرصة لا تعوض ربما. هفوة قاتلة من محمد صالح لم يستغلها اللاعب أحمد أبو ناهية، اللي طبعا لثاني مرة يواجه الشباك ولا ينجح في التهديف. كرة عند الحارس عزم شويكي، لسه بدري التفكير ب يعني تسيير المباراة نحو البنالتيات، لسه بدري، لكن من يمتلك جرأة أكثر ربما سيذهب لاقتناص هدف ثاني. كرة في المنتصف عند سامح مرابة، سامح مرابة على طول في الخلف عند اللاعب مراد أبو ميزر البطاط مصعب. سامح مرعبة استلام جيد، سامح في المنتصف لحمادة مرعبة، ممتاز خلدون وحمادة في سقوط على سامح مرعبة. الحكم يعطي ادفانتج للهلال في اليسار، عدي الدباغ ومصعب البطاط، صراع ثنائي. البطاط يتوقف اللعب، يتوقف اللعب. سلامات لسامح مرعبة طبعا منزعج لأن الحكم لم يوقف اللعب، لم يصفر. من حق اللاعب أيضا في بعض اللقطات أن يتم إيقاف اللعب مباشرة، خاصة لا سمح الله إذا كانت يعني الإصابة شوية صعبة، لكن مرت الأمور على سلام. في خطأ لمصلحة الهلال عند اللاعب تامر الصيام ومعه محمد عباد في ركلة ثابتة. السلاح اللي يبقى هو السلاح الأفضل حتى الآن بالنسبة للهلال في ظل هبوط أداء الفريق نسبيا عما كان في الشوط الأول. تامر الصيام ركلة ثابتة تلعب داخل المنطقة، خطيرة فوق المرمى فوق العارضة. شوف يندب الحظ، كيف يندب الحظ اللاعب مراد إسماعيل في اللقطة الماضية، الكابتن مراد إسماعيل يندب حظه في اللقطة الأخيرة، مرت فوق مرمى الحارس. هنا لإعادة تامر الصيام ورأسية أحمد أبو ناهية، كان معاها أيضا في الانتظار مراد إسماعيل، ولكن أحمد أبو ناهية لعب كرة رأسية أكثر من أربع خمس محاولات خلينا نحكي لأبو ناهية، لكن لم يسجل حتى الآن. الدباغ عبيد يستعيد سامح مرابة، سامح في المنتصف إلى الحلمان، كرة قصيرة تعود بين اللاعب مراد إسماعيل إلى الدباغ يمين في اليمين، ولكن تامر الصيام يفقد توازنه في اللقطة الماضية، وتعود رمية تماس عند الأهلي في الناحية اليسرى لمصلحة اللاعب محمد صالح. حمد الجعبري عايد الشيوخي يكسب رمية تماس، عايد الشيوخي في تبديل أهلي الخليل، يجري آخر تبديل له في هذه المباراة. داود سرحان يترك الملعب ويأتي مكانه اللاعب محمد حراحشة، لاعب المنتصف داود سرحان. مجهود بدني كبير واضح، التعب شوي والإرهاق شوي باين على داود سرحان. يترك الملعب حاليا او داود صلاح يترك الملعب وياتي بديلا منه اللاعب محمد حراحشه. اخر تبديلات المدرب البرتو فينشنزو الايطالي. محمد صالح اول كره باتجاه محمد حراحشه، تغطيه اشرف رباح، عوده عند خلدون الحلمان، خلدون يفتك الدباغ، ممتاز عدي وسريع في اليسار لمحمد عبيد، ولكن تغطية مثالية عن طريق اللاعب المميز مصعب البطاط. كرة برأسية سامح مرابة تعود عند اللاعب محمد أبو خميس،
كلما اقتربنا من الدقائق الأخيرة كلما زاد الحذر من جانب الفريقين، كلما قلت النوايا والرغبات الهجومية وزاد الحذر للمضي نحو ركلات الجزاء. كرة بينية من تامر الصيام، ولكن صاح الحارس عزم شويكي في التوقيت المناسب. أحمد أبو نايا، محمد صالح، كرة بينية باتجاه محمد يمين، تغطية اللعب عايد الشيوخي من أمام محمد يمين، سامح مرابة في الناحية اليمنى، سامح كرة بالأمام طويلة باتجاه اللعب خالدون الحلمان، سبرنت مع محمد أبو خميس، سباق سرعات، ولكن في مضمار ضيق يتفوق اللاعب محمد أبو خميس على خالدون الحلمان، ثم كرة خارج الملعب من مراد إسماعيل إلى رمية تماس في الناحية اليمنى عند اللاعب سامح مرابة للأهلي، يترك لخالدون، نعم لخالدون الحلمان، حتى في رمية التماس خالدون الحلمان موجود في اليسار. أشرف رباح، مراد إسماعيل صاحب هدف الهلال الوحيد حتى الآن في اليمين، تامر الصيام، تامر الصيام، تامر الصيام، مكان المفضل، مكان المفضل، تامر الصيام وعاد الشيوخي، تامر ينتظر مساندة مع يمين، محمد يمين، محاولة محمد يمين غير الملعب في اليسار عندها عدي الدباغ، عدي يتأخر، يتأخر، يعود معاه في التغطية اللاعب سامح مرعبة ومحمد حراحش، سامح مرعبة، سامح في اليمين مع مراد إسماعيل، يلعب كرة بالأمام طويلة مقطوعة برأسية محمد أبو خميس، أشرف رباح، كرات قصيرة، محمد يمين، لقطة جميلة فنية من يمين، مرة والثانية جميلة، محمد يمين على طول، البطاط في التغطية، مراد إسماعيل صدره على طول لمصلحة عدي الدبا، تعود من أبو ميزر، أبو ميزر غير لعب، أبو ميزر، خالد سالم في التغطية، مراد إسماعيل، عدي الدبا في اليسار، محمد عبيد، محمد عبيد، ومصعب البطاط يتفوق مصعب في الحوار الثنائي مع عبيد، يرجع عدي الدبا في دفعة وفي خطأ على محمد حراحشة، خطأ على محمد حراحشة، وفي تبديل أو في إصابة، في إصابة للاعب مراد أبو ميزر، لم يبقى تبديلات، إذا كان هناك تبديل ربما سنشاهده، ربما سنشاهد الهلال يجري تبديل قادم في ظل امتلاكه ورقة ثالثة لم تجرى حتى الآن. سلامات للاعب مراد أبو ميزر، ركلة ثابتة للهلال في مكان دائما يشكل خطورة على مرمى الأهلي. تامر الصيام في التنفيذ، في القائم الأيمن لمرمى الحارس عزم الشويكي، كرة خطيرة، صعود إسماعيل، أبو ناهية، والعرضية من تامر الصيام، يتكفل بجلب الكؤوس، هو من يتكفل ربما حتى الآن باللقب، الكابيتانو عريس الليلة حتى الآن مراد إسماعيل، بالرأس هذه المرة، بالرأس هذه المرة المخضرم مراد إسماعيل يمنح الهلال ثاني أهداف المباراة في يومه، نجم من نجوم المباراة كما قلنا سابقا، يقدم مباراة كبيرة عالي العال، والعرضية الجميلة، وهذه المرة سبق أبو ناهية، هذه المرة ما خلاها لأبو ناهية، هذه المرة ما أعطى فرصة، راح للكرة وبالرأس أسمراني مراد إسماعيل برأسية جميلة في شباك الحارس، عزم شويكي ثاني أهداف الكتيبة المقدسية، 2-1 2-1، ونفس اللاعب مراد إسماعيل يسجل الهلال ويتقدم الهلال مجددا 2-1، والجماهير الهلالية تعيش فرحة ثانية في المدرجات، وبإيقاع، بموسيقى، بتلحين، بألحان،
مرة بالقدم مرة براس مراد إسماعيل. كيف ستكون ردة الفعل من الأهلي؟ وهنا الاختبار الحقيقي والأكبر للأهلي في المباراة، أكبر اختبار ذهني في المباراة للأهلي الآن ينطلق، الآن يبدأ، الآن يبدأ. الأهلي تحت الضغط والأهلي في اختبار حقيقي حاليا، هل يعود الشيوخ يا عايد؟ عايد هل يعود يا عايد؟ كرة جانبية إلى رمية تماس، رمية تماس لم تنتهي المباراة بعد، 2-1 يتقدم الهلال والأهلي في اختبار هو الأصعب في فترات المباراة كلها. البطاط البطاط كرة قصيرة مقطوعة المرتدة للهلال، الدبال هو في صافرة وبطاقة صفراء للبطاط، بطاقة صفراء لمصعب البطاط بعد اعتراض واضح لعدي الدباغ، منع خطأ تكتيكي واضح وبالتالي منع هجمة مرتدة صريحة. سلامات لعدي، شفنا كثير من طبعا اللقطات اللي فيها إصابات، سلامات لعدي. بطاقة صفراء للاعب مصعب البطاط، ربما البطاقة السادسة حتى الآن في المباراة مع الحكم إسحاق الكيلاني. أبو خميس ركلة ثابتة، سلاح الهلال اليوم حتى عندما لم يكون الهلال في أحسن فتراته في المباراة استطاع تسجيل من كرة ثابتة صناعة تامر الصيام وبرأسية مراد إسماعيل. مراد يا مراد صاحب هدفي الهلال هذا المساء هنا، مرعبة محمد، مرعبة محمد، مرعبة والحلمون والتصويبة، الفرصة الجديدة، الفرصة الجديدة عن الأهلي، فرص موجودة ما زالت، المباراة لم تنتهي لم تقتل بعد، وهنا فرصة أهلوية، تصويبة الحلمان وحمد الجعبري. شوف اللقطة الأخيرة حمادة مرعبة مجهود ممتاز، ثم تغطية خالد سالم، محاولة خلدون، تصويبة حمادة الجعبري، ثم ضربة مرمى عند رامي حمادة. محمد عبيد إلى يمين، تصويبة قوية عالية من محمد يمين، يجرب حظه من مسافة بعيدة محمد يمين، ولكن كرة عند الحارس عزم الشويكي. بدأ الأهلي يتسابق مع نفسه ومع الوقت، يريد اقتناص هدف التعديل. مباراة جميلة، مباراة فرص، مباراة أهداف، مباراة كرات، ثلاث كرات بالقائم في اليمين ممتازة في مساحات عند اللاعب أبو ميزر، أبو ميزر كرة بينية بالأمام وتامر صلاح، ممتاز هذا التدخل عن طريق المدافع الأول في الهلال تامر صلاح، 30 سنة ابن طبعا نادي جنين ولعب جنين سابقا ولم يلعب في المحترفين إلا بقميص هلال القدس. تامر صلاح ركلة ثابتة للأهلي، ركلة ثابتة عند اللاعب محمد حراحشة ومحمد صالح في دبل كيك، ولكن تصل كرة محمد صالح سهلة بين أحضان الحارس رامي حمادة. الوقت يمضي وحتى الآن الهلال هو الذي سيتوج باللقب بهذه النتيجة. لكن ننتظر، لم تنتهي المباراة بعد، مع الصافرة تنتهي، مع الصافرة تنتهي. البطاط كرة قصيرة مقطوعة من إسماعيل، مراد أبو ناهية إلى يمين، وهذه هذه 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 لا
يحليهم ويعطيهم أمال جديدة. عزم الشويكي، انفراد تام لتامر الصيام، ولكن عزم الشويكي ينقذ الموقف ويبقي الأهلي قادرا، يبقي الأهلي عنده أمال، يبقي على أمال الأهلي في المباراة. البطاطي محاولة تلعب الأمام طويلة، محمد أبو خميس أمام خالد الحلمان، أعطى كل حلوله الكابتن ألبرتو فينشينزو. محاولة هلالية، تغطية أهلوية عن طريق اللاعب مصعب البطاط. نلعب في الدقائق الأخيرة الأخيرة، الأهلي يسابق الزمان حاليا، الهلال كاد أن يقتل المباراة في اللقطة الأخيرة، ولكن تامر الصيام لم ينجح في التسجيل في مرمى عزم شويكي في ظل انفراد تام. كرة بالأمام طويلة، محمد الجعبري يصلح كرة، والحلماني حاول ويهدي، ولكن على طول يخرج معه في التغطية تامر صلاح إلى تامر الصيام في اليمين. تامر الصيام تغطية ممتازة عن طريق اللاعب عايد الشيوخي، يقطع الطريق أمام هجمة هلالية في الكونتر اتاك أو الهجمة المرتدة الأخيرة. تبديل الهلالي أخير، اللاعب صاحب القميص رقم 12 أبو ناهية يترك الملعب، ويأتي البديل محمد أبو ميالة. محمد أبو ميالة خروج أبو ناهية سنحت له عدة فرص لكن لم ينجح في التسجيل، كان سجل في لقاء الفريق مع الخضر. يدخل اللاعب محمد أبو ميالة، آخر تبديلات الهلال طبعا. أربع دقائق وقت إضافي، أربع دقائق على اللقب، وأربع دقائق على ختام المباراة، وأربع دقائق تفصل الهلال عن التتويج، وتفصل الأهلي عن إمكانية الذهاب إلى البنالتيات مجددا. كل شيء ممكن في عالم المستديرة. محمد أبو داود، عايد الشيوخي، عايد إلى محمد الجعبري، محمد الجعبري، سامح مرعبة، سامح في اليمين إلى مصعب البطاط، مصعب يرجع بالخلف لمصلحة محمد صالح، يلعبها طويلة، يحاول يستغل الوقت، كرات تلعب برأسية الدباغ، رأسية أبو ميزر، ومحمد أبو داوود. فرصة الأهلي للتعديل، بعد ذلك يمكن أن نقول فات الأوان، فات القطار. فرصة أهلوية رائعة جدا للتعديل، وهذه الكرة والتصويبة من مين؟ محمد مرعبة. محمد مرعبة جاءت كرة المباراة، كرة المباراة حتى يثبت إمكانياته وكذلك مكانه في الأهلي ووجوده في المباراة، ولكن محمد لم ينجح، نجح في المقابل رامي حمادة في تأمين مرمى الهلال. الفينش ايضا لم ينجح في اللقطه الاخيره عن طريق اللاعب محمد مرعبه. شفنا فرص كثيره ضاعت على المهاجمين. رامي حماده نلعب في الوقت الاضافي، الحكم اضاف اربع دقائق، وسنحت فرصه اهلاويه، سنحت فرصه اهلاويه. هل تعود الفرصه؟ يقولون بان الفرصه تاتي مره، ولكنها تاتي مرات بالنسبه للمجتهدين. سامح مرعبه يرجع بالخلف عند مراد أبو ميزر في المنتصف، خلدون الحلمان، محمد حراحشة، التغطية حاضرة، أشرف رباح خارج الملعب، الرمية تماس للأهلي، الرمية تماس عند الأهلي، خلدون ينتظر لاعب بسرعة، يطلب لاعب، يصل إلى محمد داود مع محمد يمين، في اليمين إلى أبو ميزر، سامح مرعبة في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، رأسية خالد سالم ترجع بالخلف، ثم رأسية أبو خميس تتهيأ عند خالد سالم، يشتت كرة في الخلف إلى الرمية التماس أهلوية، تلعب لسامح مرعبة على طول داخل منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد رائع عن طريق الحارس بقبضة اليد الحارس رامي حمادة. يرجع عايد الشيوخي يغير لعب في اليمين لأبو ميزر، رأسية المدافع محمد أبو خميس، والركنية
لمصلحة الأهلي في توقيت حاسم. هذه الكرة قد تكون آخر فرص الأهلي القريبة لمرمى الحارس رامي حمادة، لكن في لاعب على أرضية الملعب، بالتالي يتوقف اللعب ويأخذ الأهلي فرصته في التفكير أكثر باللقطة، من وكم لاعب سيكونون في داخل منطقة الجزاء. نشوف عزم الشويكي، نعم عزم موجود في منطقة الجزاء، هل يبقى هل يعود إلى مرماه؟ عزم الشويكي صعود داخل منطقة الجزاء، نعم يغامر الكل في الكل، ربما الدليفري كيف سيكون، التسليم كيف سيكون؟ وبراي فيرجسون المدرب الكبير كرة القدم كلها عبارة عن أو أهم فيها الدليفري، التسليم خالد دون والدفاع والتصويبة، ضاعت المباراة خلاص، ضاعت المباراة على أهل الخليل، لا حمادة ولا حمادة، لا الجعبري ولا مراعبة. شوف 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 حمادة مرعبة، الفرصة لا تأتي مرتين، أتت يا حمادة مرتين لم ينجح. وهنا الصافرة الختامية مع الحكم إسحاق الكيلاني، برافو للهلال، مبروك للهلال، هاردك للأهلي، شكرا بين قوسين للفريقين، برافو للفريقين على هذا الأداء، على هذا النهائي الجميل، من أجمل النهائيات في المواسم الأخيرة صراحة، من أجمل المباريات. الهلال ينتصر، هلال العاصمة الزعيم والأسود يذهبون لمنصات التتويج لقب كأس السوبر الفلسطينية بهدفين مقابل هدف، هدفين حملا توقيع الكابتن الكابيتانو اللي في اللقطة حاليا، أكيد اللاعبين مسرورين سعيدين بمراد إسماعيل اللي ربما اختاروا نجم المباراة مان اوف ذا ماتش اليوم. مراد إسماعيل سجل هدفين، خلدون الحلمان سجل مرة، هذا خلدون أكيد حسرة في القلب، فرص ضاعت، لكن صراحة مباراة رائعة، مباراة جميلة، يشكر عليها الأهلي، يشكر عليها الهلال، قدما وجبة كروية دسمة هجومية جميلة مفتوحة بدون تحفظ، فرص كثيرة، فرص بالقائم، في الأخير اللقب تختار أو الكأس تذهب لفريق، وهذه المرة الكأس هلالية لثالث مرة، الهلال يكون بطلا لكأس السوبر الفلسطينية وبهدفين مقابل هدف هاردلك يا محمد مرعبة اللي منشوف في أرضية الملعب متأثر جدا بآخر فرصتين، ولقطة يا ريت نشوفها على الكاميرا، خضر عبيد مع محمد مرعبة بيواسيه بيقول له معلش 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 هاردلك، هذه اللقطة لم نشاهدها على الكاميرات، لكن سنذهب إلى محمد علوي في الاستوديو التحليلي ومن ثم نعود إلى مراسم التتويج. محمد إليك. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، شكرا للزميل عمر حماد في التعليق. إذن انتهت هذه المباراة كأس سوبر الكرة الفلسطينية المعادة بين أهلي الخليل وهلال القدس بفوز هلال القدس بهدفين دون رد، افتتح التسجيل مراد إسماعيل في الدقيقة 25 لفريق هلال القدس، عادل خلدون الحلمان في الدقيقة 65 لأهلي الخليل، وأيضا عاد مراد إسماعيل مرة أخرى في الدقيقة 80 وسجل الهدف الثاني لفريق هلال القدس. من جديد أيضا أرحب بالمدير الفني للمنتخب الفدائي الكابتن عبد الناصر بركات، مساء الخير. وأيضا الترحيب موصول بالمدير الفني السابق للمنتخب الفدائي الدكتور جمال أبو بشارة، مساء الخير. يعني مرة أخرى طبعا يعني نبارك قبل الحديث عن الأمور الفنية لفريق هلال القدس، توج في المباراة أيضا المعادة، كيف قرأت هذه المباراة كابتن عبد الناصر وأبرز النقاط التي سجلتها؟ أول كان هلال الشوط الثاني مالت الكفة لصالح أهلي الخليل بالإحصائيات، الشوط الثاني
9 فرص للأهلي مقابل 8 عن ضربات ركنية 3 للأهلي مقابل ناشئ للهلال، وحالة التسنن الواحدة لكل من الفريقين. يعني الشوط الثاني عاد الأهلي سريع، ولكن طبعا كان الحل من خلال الضربة الثابتة للمرة الثانية، فبالتالي يعني مباراة متكافئة. الهلال استحق الفوز بالرغم من أن الكفة كانت متساوية نوعا ما في هذه المباراة. ما الذي عاب الأهلي وما الذي عزز الهلال دكتور جمال؟ يعني أولا مبارك لهلال القدس، شوط ثاني أفضل لأهل الخليل، استطاع أن يفرز هدف التعادل من كرة خدعت حارس المرمى. بتصور انه الخلل الاكبر كان في الركلات الثابته، والدليل انه الهدفين سجلن من الركلات الثابته. صحيح ان هناك فرص ضائعه لهلال القدس، لكن بشكل عام الشوط الثاني تحسن اداء اهل الخليل، استطاع ان يسيطر على منتصف الملعب. التغييرات التي اجراها المدرب، خروج شعبان شادي ودخول ورجوع سامح مرابي إلى منطقة الوسط للخلف، ولعب كلاعب ارتكاز، أعطى شوي ودخول الجعبري أعطى نوعا ما سيطرة في منتصف الميدان، بالإضافة إلى الجرأة في الهجوم، زيادة العددية لأهل الخليل، استطاع من أنه يحرز الهدف التعادل، وكان قريب أيضا من إحراز هدف الفوز. يعني حوالي 10 دقائق كانت سيطرة لأهل الخليل. الرقابة الدفاعية خاصة في الجول اللي أجا من الركلة الثابتة، خاصة أنه بنتاج مراد إسماعيل بطول القامة، كانت الرقابة غائبة، وبالتالي استغل ثغرة سهو الدفاع وسجل الهدف الثاني. بالمجمل مباراة ممتعة شيقة، الأهلي مالت كفته في الشوط الثاني، الهلال القدس كان بالشوط الأول بمجمل المباراة هناك يعني بصراحة نوع من التكافؤ، لكن من يستغل الفرص هو بالأخير من يفوز، ويستحق الأهلي الخليل كل الاحترام والتقدير. نعم كابتن عبد الناصر، مراد إسماعيل عريس هلال القدس هذه الليلة وفي هذه المباراة. أكيد يعني سجل هدفين، عمل على ضبط منطقة إيقاع الوسط، كان يعني يميل الدفاع ويعطي حيوية أكثر لمحمد يامن، فبالتالي يعني شكل يعني على المستوى التكتيكي حل مهم رغم غياب محمد درويش، لأنه استطاع أن يعني يعوض غيابه وأن يستغل خبرته في الضربات الثابتة، وأيضا في إحداث توازن خصوصا على الجانب الدفاعي، وأعطاء زيادة هجومية لمحمد عدو ومحمد يامن، وأيضا يعني بالكامل الصياو الذي كان أحد نجوم المباراة اليوم، ويعني أيضا إهدار كان من الطرفين للفرص، والتي لو تم استغلالها لكانت الأمور أيضا مغيرة على مستوى الطرفين. نعم يعني دكتور جمال، أداء أهلي الخليل على الرغم من الخسارة إلا أنه برأيك يبشر بعودة أهلي الخليل من خلال الدوري كما عهدته الجماهير؟ بشوط ثاني جيد جدا لأهلي الخليل، يعني بصراحة أداء جيد يبشر بالخير، بتصور أن أهلي الخليل رايح يرجع إلى عادته ويكون من ضمن الكبار في نهاية الدوري. كيف أثرت تبديلات أهلي الخليل على يعني أنه شاهدنا أهلي الخليل بهذا الوجه الآخر؟ يعني شادي لم يكن الشوط الأول بمستوى المعهود، يمكن كان هناك إصابة أو ما بعرف الظروف اللي بمر فيها اللاعب، خروجه وعودة سامح مرعبي إلى الخلف، زيادة في الشق الهجومي، كان خلدون الحلمان يزيد من الخلف، أيضا الظهيرين زادوا من الخلف، هذا أعطى زيادة عددية في المنطقة الأمامية، وأعطى يعني في بعد هدف التعادل صار هناك الملعب مفتوح، صارت فيه مساحات، وهذا أعطى للاعبين اللي بيمتازوا خصوصا الأطراف بالسرعة وبالمهارة، أعطاهم فرصة للدخول إلى مناطق الخصم، وبالتالي لهذا السبب شفنا العديد من الفرص الضائعة من كل الفريقين. أشكركم مرة أخرى المدير الفني لمنتخب الفدائي الكابتن عبد الناصر بركات، وأيضا الشكر موصول للدكتور جمال بشارة المدير الفني السابق للمنتخب الفدائي. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى تتويج فريق هلال القدس بكأس السوبر الفلسطيني، وأنقل الكلمة مرة أخرى للزميل عمر حمد. إذن هكذا هي مراسم التتويج في طبعا بطل توج فريق الأهلي الوصيف، هنا مراسم تتويج فريق الهلال البطل بهدفين مقابل هدف واحد، يسلم الميداليات رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل رجوب، وكذلك بحضور طبعا
رئيس نادي الأهلي، كذلك إداري فريق هلال العاصمة هذا علي عدوي، خالد سالم، وجماهير الهلال السعيدة السعيدة أكيد بهذا الانتصار. محمد أبو خميس قدم مباراة كبيرة، محمد درويش غاب عن هذه المباراة. محمد درويش طبعا اللي لعب مكان محمد يمين، هنا لعبوا فريق هلال القدس جميعا لاستلام الكأس اللي أخذوها ثم أعادوها ثم اليوم يعودوا معها. هنا الكأس تسلم لنجم المباراة عريس الليلة، صراحة ها برافو للاعب مراد اسماعيل على أداء اللي سجل هدفين، قدم مباراة كبيرة. وهذا خضر عباد يسجل انتصارا ولقبا جديدا للمدرب خضر عباد مع فريق هلال القدس. خالد سالم مع الكأس، الكأس زرقاء هذه الليلة لفريق هلال القدس من استاد الجامعة الأمريكية بجنين. أعزائي الكرام هكذا كانت الصورة، فوز هلال القدس على أهلي الخليل بهدفين لهدف، لي طبعا يتوج الهلال بلقب كأس السوبر في مباراة شيقة، مباراة جميلة، مباراة ارتقت ممكن أن نقول عنها مباراة نهائي، مباراة جماعية جمالية تهديفية هجومية، وفي الأخير الكأس، الكأس هلالية وليست أهلاوية هذه المرة. برافو ومبروك للهلال الأسمراني، خالد سالم يحتفل بلقب جديد مع الهلال بعد لقب الدوري في الموسم الماضي، وسابقا طبعا لقب الدوري في 2012. لقب آخر للهلال هو لقب الثامن للفريق منذ 2010، الهلال يضيف إلى خزائنه لقبا آخر، دفعة معنوية كبيرة. على أمل، على أمل أقولها بشدة، أن نشاهد مباريات الدوري القادمة بهذه الصورة بهذه الجمالية طبعا في الأسابيع المقبلة على مستوى دورينا دور المحترفين. هذه الصورة، هذه الأفراح، هذه طبعا الابتسامات، هذه الصورة السعيدة بالنسبة للاعبي الهلال الزعيم بوجود تامر صلاح، ناصر العباس، المشرف الرياضي محمد عبيد، محمد يمين قدم مباراة أكيد أيضا طيبة، إضافة للاعب علي عدوي، أحمد أبو ناهية، كل الأسماء مع الفريق على هذه الصورة أعزائي الكرام من ملعب الجامعة الأمريكية بجنين. مبروك للهلال، هارد لك للأهلي على هذه الصورة من استاد الجامعة الأمريكية بجنين. أعزائي الكرام نقلنا لكم هذه المباراة عبر قناة فلسطين الرياضية، نأمل أن أكون وفقنا في هذا النقل، الشكر لكل الزملاء في طاقم التصوير، طاقم الهندسة، زميلنا المخرج أسامة بويطل، شكر لزميل محمد علوي، ضيوفه كذلك في الاستوديو، شكر لكم على المتابعة. نأمل أن تكون هذه المباراة قد نالت إعجابكم على مستوى البث، نشكركم دائما على تحملكم للتقصير، نعتذر عن أي خطأ ورد في المباراة. تحياتي لكم في التعليق عمر حماد على هذه الصورة. نترككم هلال القدس بطل كأس السوبر الفلسطينية 2017.